الشباب المتطوع في الاسبوع اللي فات، فحاولوا ان انتوا تخشوا تشوفوا لستة الفيسبوكس ديت. منها فيسبوك لذيذ جدا اسمه ايه يا اجلال، علم عام من الاستاذ بسام. السلام. شايفه ناس على مستوى، مش تقولي لي علم عام الاستاذ بسام. الفيسبوك ده جديد علينا كلنا، يعني جديد علينا كمان. ليه؟ لان هي الفكره ان كانت معلومه انا بقراها في الناشونال جيوغرافيك، بدل ما انت تقري كتاب الناشونال جيوغرافيك كله، انا هقول لك مثلا النمله لها معدتان، مثلا النمله ليها معدتين، معلومه لذيذه طريفه حلوه ممكن تقوليها لاولادك، ممكن تقوليها لاخوكي، وفي نفس الوقت معلومه حلوه جميله علم. ولكن جت بقى فكره جميله جدا من الشباب المتطوع، وبالذات الشابات المتطوعات اللي هم كانوا مفاجاه 2015 بالنسبه لي وبالنسبه للناس كلها الحقيقه، وبداوا يخترعوا فكره ويبتكروا فكره ان كل معلومه هتتحط في فريم ملون، وهيتحط صور والوان من اختيارهم هم، ما ليش دعوه، انا بكتب الجمله وببعتها لهم، وهم بياخدوا الفريم ده بقى متطوعات بقى دول، وبيروحوا حاطين بقى جنبيها الصوره الملائمه لها ويروحوا باعتينها لي. اوكي يلا اطبع انزل، ونروحوا منزلين، وبعدين جابوا فكره ان هم يجمعوا كل دوت فيسبوك واحد، تفتحي بقى وتشيري بتاع. الفكره دي يا جماعه ما تنجحش الا لو حضرتك دخلتي ورحتي مشيره دي عندك، فالثلاث اربع تلاف بتوعك اروح، راحت زميلتك كمان انت قلت لها شيري دي عندك، فبالتالي المعلومه اللي انا قلتها هنا توصل اسوان او توصل امريكا او توصل استراليا. المعلومات اللي انا ببقى حريص ان انا احطها في الفيسبوكس ديت واللي انتوا بتشوفوها في الفريمات دي عامله تاثير ايجابي جدا في الفتره الاخيره، رغم ان فترتها قليله، وانا لمستها لما كنت في المتحف المصري وكده من يومين وثلاثه، ولقيت الناس بداوا يشكرون عليها وكده، لانها معلومه بدل ما انت تقرا كتاب مجعلص كبير فيه كلمات صعبه، انا بحط لك المعلومه اللذيذه جدا، معلومه تاريخيه بقى، اثار، ها، علم، جيولوجيا، جسم الانسان، كل الحاجات اللي فيها هذا الخلق الجميل من الله سبحانه وتعالى. فحكايه التشهير دي بقى مهمه قوي عندكم، ان انتوا دي مهمتكم دلوقتي. مهمتي انا عملتها، ربنا اكرمني بالفلوس ان انا اروح اشتري كتاب عشان ابقى بتكلم بكتاب موثق. كويس كده، العلم اللي حضرتك هتشوفيه موثق وهتقروه موثق. كويس كده، شوفوا لنا يا جماعه مين اللي بيعملوا، تسمح عشان ده احترام المحاضره، ميرسي اشكركم. طيب لو تسمح، فبشكر، ميرسي يا محمد. طيب فدي اول استاب علشان تبقوا عارفين ايه اللي بيحصل في الاب تو ديت. تاني حاجه مش هنقدر طبعا نفوت النهارده، هنتكلم عليها اكتر يوم 22 في دار الاوبرا، بس مش هنقدر نفوت النهارده قبل ما نخش على الاسئله الا لما نتكلم على اللي حصل في الهرم من اسبوع، لان ده مهم جدا. طبعا الصور والحاجات دي كلها موجوده، لكن احنا مش هنحرق الموضوع دلوقتي، لما تقولي في الاوبرا ان شاء الله نتكلم عليها اكتر يوم 22 ان شاء الله، والمواعيد معاكم في الكروت اللي انتوا استلمتوها دلوقتي. أوكي. أربع دول برضو اجتمعت بأربع أساليب علمية في دراسة على أهرامات مصر، ابتدوا بخوفو وخفرع وسنفرو، ودي اختيارات ذكية جدا. فواحد من اللي قاعدين او واحده من اللي قاعدين هيبدا يسلك ودانه، ايه ده بسام بيتكلم كويس على وزاره الاثار الجديده دي، ده انا هبهرك كمان واقول لك انا موافقون، عرفت على مجلس الشعب زمان موافقه، انا بقى عملت موافقه لاول مره من 30 سنه تقريبا على اللي عملوه، لان الدراسه معموله من بره. تعظيم سلام. ثلاثه، مفيش كابلات كهربائيه داخل الهرم. تعظيم سلامين. أربعة، ما فيش علماء داخل المبنى على الأقل قدامنا، مش حاطين ماسكات على بقهم ومش لابسين قفازات في إيديهم زي ما وزير الآثار عمل في توت عنخ إيمن لما جاب الرجل العجيب البريطاني اللي اسمه نيكولاس ريفز، فما لا شبه إيه الليلة بالبارحة، ما حصلش شبه بين الليلة والبارحة. الليلة كانت حلوة قوي، البارحة كان فشل زريع، ان انت بتتعامل مع مقبره بدون ما تحط ماسكات، بتعمل لي فلاشات، الاعلام كله عمال يضرب في كاميرات، الحاجات دي كلها بتاثر في نمره 2، موافقه على اللي بيحصل في المتحف المصري. هتقول لي ايه ده النهارده بقى، ده انت رايق قوي، فهقول لك الالوان اللي انتوا شفتوها حديثا دي
واللي عملت لغط كبير على الفيسبوك اللي هو النبيتي اللي تحت نبيتي تحت وفوقيه فستقي فاتح، ده اللون اللي بيتلون بيه المتحف المصري جوه دلوقتي. فانت لما تشوفي الصور اللونين دول او تسمعيهم او لو شفتي الصور على النت او كده والديزاينز اللي بدات تبان فوق، ما كانش فوق في ديزاينز، ما كانش في كسر فوق وديزاينز وحاجات زخارف نباتيه وكان ما كانش باينه، ايه الجديد ده؟ هنضيف بقى هنضيف. ها فهتقولي يا بسام طب ازاي انت موافق على دي بقى؟ ده انت طول عمرك ايه عندك اشكاليه في حته المعارضه بتاع انا اعارض لما انا شايف اللي قدامي مش شايف شغل كويس او بيعمل حاجه انا مش وافق عليها بيكسر لي الاثر. لا قف، بتتنفس وبتطلع الهيوميديتي بتاعتك كلها وبتطلع السولت بتاعك كله والعرق كله بتاعك فما بر علشان تترصب الاملاح على الحجاره وتعمل كراكس وتبدا الشقوق تبان. لا ان انت تقعد تلمس وتحط ايديك على الزجاج بتاع التابوت وهيكسر الزجاج ينزل على التابوت، لا برضو لا. تعمل لي صوت وضوء وتحط لي كابلات جنب ابو الهول، لا. هتقول لي انت ضد الصوت وضوء، هقول لك اه. ولو دخلت من 10 سنين في التلفزيون ما اعرفش كنت نزلت على ايامها كان في يوتيوب ولا لا، انا كانوا جايبين لي راجل من وزاره الاثار كده جنبيه بقول له ابو سنبل لما الدنيا كلها تتجمع وندفع 40 مليون دولار، العالم كله يتجمع ب 40 مليون دولار و40 دوله، عشان كده انا سميته معبد الاربعه، انا مسميه معبد الاربعه من 15 سنه ولا 10 سنين. ابو سنبل ده كل حاجه فيه اربعه، 40 دوله 40 مليون دولار اتكلف اربع سنين من سنه 64 ل 68 في نقله، اتنقل ارتفاعه 64 متر عن مكانه الطبيعي، الواجهه بتاعته اربع تماثيل لرعمسوس تاني اللي احنا بنسميه رمسيس، قدس الاقداس اللي بينور مرتين اربع تماثيل جوه قدس الاقداس، ثلاثه بينوروا والرابع بيضلم. فشوف انت بقى هذا المعبد العجيب اللي كله اربعات ده، انت بقى هتستغرب كمان بقى لسه هخش لك بقى المعركه الشهيره بتاعه رمسيس الثاني قادش، وقادش ديت اربع حروف ونخش بقى. انا اصبر عليا بس على الكتاب بتاع رقم اربعه ديت، انا عامل لك كتاب اسمه عجائب رقم اربعه، مش هتصدق مش هتصدق. وبالمناسبه المعرض ان شاء الله ادعوا لي الكتاب الجديد ينزل بتاع كليوباترا اللي هيقلب بالدنيا ان شاء الله، عشان هنثبت انها ما ماتتش مقتوله بالتعبان والقصه دي كلها وانها اتسمت نفسها بالتعبان والكلام ده كله كلام طلع بتاع. فالمهم ان شاء الله هيبقى في محاضرات في المعبد في المعرض، فتابعوني ان شاء الله مع هيئه الكتاب وان شاء الله مع كتاب الجديد غرائب التاريخ. يعني بس ادعوا لي الكتب كلها تشد حيلها، انت عارف اليومين دول البلد في حاله ثراء زي ما انتم شايفين، والذهب منفور في كل مكان. ورجعنا مره اخرى الى ايام امن حتب الثالث عندما بعث له صديقه في الممالك الاسويه قائلا له في رساله شهيره: يا اخي ابعث الى اخوك بالذهب فالذهب في بلادكم كالتراب. زي دلوقتي بالظبط مستقبل الماضي، برافو عليك. انت جبت مستقبل الماضي دي عشان برافو صح مظبوط. انا قلت دي ايه، دي رجعت من 20 سنه، دي ازاي عرفت مستقبل الماضي دي ازاي؟ لما قعدنا مع وزاره الثقافه وبدانا في الاوبرا المحاضرات اللي مجانيه للشعب المصري، فبيقول هنسمي الصالون ايه يا استاذ بسام؟ راجل جميل ربنا يبارك له ويمسيه بالخير، ابو سعد بموت فيه يعني، راجل مدير صندوق التنميه الثقافيه ده، يا ريت كل الموظفين كلهم يبقوا زيه. قال لي هنسميها ايه؟ قلت له هنسميها مصر مستقبل الماضي. انت فكرتيني يا دكتور، مصر مستقبل الماضي، وده كان كتاب ليا زمان وانا صغنن بالانجليزي اسمه ايجيبت فيوتشر اوف ذا باست، ايجيبت فيوتشر اوف ذا باست. طب ما ده تضاد صح، ده تضاد في المعنى، يعني ايه المستقبل يبقى ليه الماضي اللي يعمل له مستقبل؟ لخبطه. لا مش لخبطه ولا حاجه، هي ما انت بس بص ان انت بلد تاريخك بيشكل مستقبلك، هي سهله جدا. عايز تنجح في الفلك يرجع للفلك المصري القديم، عايز تشوف الطب فيه ايه صح وايه فيه غلط يرجع تاني لما تشوف المصري القديم. قارن المقارنات، خذ ما تاخذه واترك ما لا تحبه. عندنا عادات وتقاليد ما نقدرش، عندنا اديان اسلام مسيحيه في مصر مش قابله فكره ان ايزيس واوزوريس وتقطع 14 حته وكده، شكرا حط دي على الجنب وخد منها ما تاخذه واترك ما تترك. على اي حال اللي حصل نرجع بقى مرجوعنا، فلما يبقى في حاجه حلوه بتحصل لازم نقول عليها حلو، لازم. وانا شايف ان اليوم الهرم ده كان يوم حلو. ايه بقى اللي عملوه في الهرم؟ حاجه اسمها انفراريد ثيرموجرافي. انفراريد معروف كلنا عارفين الانفراريد اللي هو الاشعه تحت الحمراء، ثيرموجرافي ثيرمو اي حاجه ثيرمال اللي هتعب بالحراريات.
الفكره ببساطه خالص علشان هي الفكره معقده جدا، لكن انا هحاول ابسطها بشكل بسيط. واللي يعني عايز يعرف اكتر خش بسام الشماع سي بي سي. اكتر من 5 ايام عملت ايه كلام واتكلمنا، كنا اتكلمنا على المتحف المصري يوميا، كان عيد ميلاد المتحف من 3 ايام، كل سنه هو طيب، 113 سنه. كان يوم ايه يا محمد؟ مش كده؟ لا كان يوم ايه في الارقام؟ وانا عارفين ان سيادتك عيد ميلادك زي عيد ميلاد المتحف المصري، واخد بالك؟ ايوه 17 نوفمبر. انا كان يوم ايه؟ كان يوم عيد ميلادي طبعا. ماشي يا عم، ماشي يا ساتر الخديوي. كل سنه طيب يا حبيبي، انت راجل جميل وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، دايما الشباب الحلو الواعد ده باذن الله. طيب فاذا المتحف المصري كنا بنحتفل، وجبت صور غريبه جدا في سي بي سي اكسترا، يعني جبنا مثلا قناع ذهبي، فانت تقول لي القناع الذهبي مش موجود دلوقتي في المتحف المصري، تعرفي كده ولا لا؟ القناع الذهبي مش موجود في المتحف المصري خلاص، ما اتسرقش ما تخافوش، موجود، موجود جوه المبنى بس في اوضه مقفول عليها علشان بيرمموا الغلطه اللي عملوها بتاعت الايبوكسي وما الايبوكسي، والقصه انا حكيت لكم عليها قبل كده دي. انا بس عايز اقول لكم على حكايه الايبوكسي دي، لما احنا كنا بنتكلم يوميها والبي بي سي اتصل وكنا قاعدين مع المتطوعين يوميها في حته كده في ميتنج، فجالي تليفون من البي بي سي، حضرتك ممكن تتكلم على الايبوكسي وهل الايبوكسي هو اللي استخدم في الايه؟ في لزق الدقن بتاعت الجولدن القناع الذهبي وكده. قلت له طيب، انا عشان بالتملي بحب اتكلم من مصادر، فرحت قلت له اديني دقيقتين ثلاثه، رحت مكلم مدير المتحف صاحبي، قلت له في ايبوكسي ولا مفيش ايبوكسي يا دكتور؟ قال لي مفيش ايبوكسي. خلاص طلع بعد كده في ايبوكسي، ماشي مش مشكله عادي. طيب الايبوكسي ده مشكلته في ايه؟ الايبوكسي ده مشكله في حاجه اسمها مواد مسترجعه وفي حاجه غير مسترجعه. يعني ايه مواد غير مسترجعه؟ يعني ما تعرفيش تفكيه بعد ما تعمليه لازق زي امير كده، ما تعرفيش ترجعيه تاني، فتبقى مصيبه سودا لو ايه، لو كان حط الايه الدقن بالماده الغير مسترجعه دي، هتبقى كارثه، تقعد ليزر بقى وميزر ومش عارف ايه، وفي محاولات بقى الجشط هنا بقى وخبط، وادي الواد بقى معلم بوره بقى وهنشتغل بقى. فانا بكلم حد من زملاتي اللي هم يعني انا ما اعرفوش، عمري ما شفته، لكن جابوا لي نمره التليفون وعرفت اوصله الحمد لله، هو من ضمن الخمسه اللي بلغوا عن اللي حصل في الدقن. طبعا اتشالوا الخمسه دول، اتشالوا المتحف المصري، مش ذهبوا، اختفوا في الافق، ذهبوا مع حورس. وطبعا ايه، واحد منهم شاب جميل كده هو مرمم 75 قطعه، بيقول لي يا استاذ بسام احنا واقفين في غرفه الترميم في المتحف المصري، هتتكلم النهارده على ازاي ده ترمم، يعني باب اتفتح ووسع، وسع ظهرك، داخل واحد شايل القناع الذهبي بتاع توت عنخ امين، وسع خلاص عليه الصلاه وافضل السلام، يا ريت كان قال صلي عن اي كده بركه كانت تحل، انما ده داخل وسع، وسع يا جدع. عارف انت في سيد درويش عنده اغنيه بيقول فيها ايه؟ ظهرك وسع. لا سيد درويش بتاع وسع ظهرك، لا التانية ده وسع لا لا، سيد درويش عنده اغنيه وهو كان على العربجيه اللي بيستخدمه، لان الحنطور والعربجيه زمان كان بيبقى في حوادث في الشوارع. بعمل لكم مره في حاجه جديده انا عاملها اسمها سياحه الشوارع. سياحه الشوارع دي اقول لكم تواريخ الشوارع ايه، يعني ايه الاميريه، يعني ايه الازبكيه، احنا كلنا ايه الازبكيه، يعني ايه الازبكيه، يعني ايه السبتيه، يعني ايه الاميريه، الظهر، الاسماء دي كلها انت بتقولها من اليوم. المعز خلاص كلنا عارفين المعز، لان المعز بقى موضه في يوم من الايام، حلو جميل، موضه حلوه انا حبيبها مستحسنه يعني. انما لما اجي اقول لك مثلا هي المنيره ايه يعني، كانت منوره بايه يعني، لما ليه سموها منيره يعني، وحاجات كده. فالتواريخ دي، تواريخ الشوارع دي سياحه انا يعني نحتها جديدا اسمها سياحه الشوارع، ودي كانت من ضمن الافكار انا عرضتها على وزاره السياحه، اللي تقريبا ما اعرفش قاعدين في سريلانكا او قاعدين في جزيره ما اعرفش في المحيط ولا ايه، ما بيسمعوا لي مش عارف ما بيسمعوا. طيب فدي لا الحاجات دي مين؟ احمد حلمي مش كده؟ مين احنا؟ احمد حلمي مش احنا تملي احمد حلمي هذا الموقف الشهير اللي ما فيش واحد في عبوط، صح ولا مش صح؟ مش هي دي حاجات احنا بنقول شيخ رمضان؟ مش دي حاجات احنا بنقولها؟ مين احمد حلمي؟ انت بقى لو وقفت واحد في الشارع دول عارف انت المذيعات الغلسين دول، ومين احمد حلمي حضرتك؟ الممثل الشهير. الدروب بقى بتاع الثقافه بتاع البلد كله وقع تحت في المجاري اللي هي كانوا سدوها في اسكندريه علشان تغرق اسكندريه. فحاجات اغرب من الخيال بتحصل، ما انت هتلاقي في النص كلام بيتقال كده على الماشي، ما خدي بالك مني. طيب فهنعملوا ايه بقى؟ حته كده على الماشي عشان اجر رجلكم بقى، ما انا بجر رجلكم اهو. احمد حلمي ده كان صحفي. احمد حلمي، موقف احمد حلمي ده صحفي.
وكان يعمل في صحيفة تحفة اسمها صحيفة اللواء بتاعت مين؟ الله ينور على حضرتك، هو كده الكلام بتاعت مصطفى كامل. طيب ايه بقى أهمية الرجل ده؟ لا يخشى ربنا سبحانه وتعالى، تاك 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 ما عنديش مشكلة، وأياميها الإنجليزي انتوا عارفين فيش كلام، من شوي بقى واعدم وبتاع مش عارفين، والخونة المصريين معاهم والكلام ده كله، وأخو سعد زغلول بقى والقصة الشهيرة. فطالب أحمد حلمي، طالب أحمد حلمي بإيه؟ بمجلس نواب، مجلس شعب يعني، في زمان كان في مصر في اختراع اسمه مجلس الشعب، ده اختراع ما بقاش يتعمل دلوقتي خلاص، موجود دلوقتي حاجات مختلفة يعني كويس كده، لكن مجلس النواب ده كان اختراع، فكان بيطالب في وقت ما كانوا الإنجليز إن باور هما اللي بيحكموا، عايز يعمل مجلس نواب مصري، يوم هو يبقى العظمة اللي يبقى هو اللي إيه المعارض بتاع الإنجليز المحتلين البلد، شوف الفكرة. فتسجن طبعا، وكان أحمد حلمي أول صحفي يسجن في تاريخه. ادي احمد حلمي، ادي الموقف بتاع احمد حلمي، شفتوا بقى الجمال، شفتوا بقى اسم انت بتستخدمه مليون مره ما تعرفش من احمد حلمي، دي سياحه الشوارع. وكانت الفكره زمان شابه متطوعه في اسكندريه جميله من كام سنه قالت لي يا استاذ بسام، طيب ما احنا نحط نعمل حمله في اسكندريه على اساس انا اسكندراني يعني، وهنعمل تحت اسم كل شارع بلاك صغنن كده زي البلاك اللي انت عملتيه ده كده، وهيتكتب فيه مين هو مين بولكلي. احنا انا الحي بتاعي في اسكندريه اسمه بولكلي، احنا بنسميه بوكلا في اسكندريه بوكلا، بس هو بولكلي. مين بولكلي؟ يعني ايه زعربانه؟ زعربانه دي مثلا عندكم زي زمان زي هنا مثلا شقه تعبان، حته شعبيه جميله، يعني ايه زعربانه؟ ايه الاسم ده؟ ها مين فليمنج؟ ها مين بابادو؟ ده انت عندك جليم، ها اللي هو جليموبولوس مش عارف مين، ورج وهكذا، المنيره شوف انت الباس دو كونكورد حاطط لك ايه، وده مش عارف ايه، ولما حصل التحرير في 25 يناير حطوا التحرير مكان مش عارف فرنسا، هنسمي ميدان اسم التحرير عشان تحرير وكده، تحرير كويس. فده 40 يوم افراح لاربعه من ولاد الخديوي، ثلاث بنات وولد بيتجوزوا من بنات الخديوي ومن ولاد الخديوي، فتعاملت الافراح. وزمان كان في فاير ووركس، في فاير ووركس زي تطلع تضرب كده وبتاع زي الحاجات اللي بتزعجنا دلوقتي دي، فقعدوا 40 ليله ينوروا السماء المظلمه، 40 ليله 40 ليله للاربعه اللي اتجوزوا من ولاد في الحته في الحي ده بقى، في القصر بتاعه بقى في الحي ده، وفي صاله الاحتفالات، فاطلق على هذا الحي لانه منور طول الليل المنيره، لانه الذي ينار لانه الذي ينار لمده 40 يوم. شوفي جمال التاريخ بتاع حتى الشارع اللي انت ماشيه فيه، في تاريخ، في بلد احلى من كده في الدنيا؟ في بلد احلى من كده في الدنيا؟ انت تروح نيويورك، انا اديت محاضره في بروكلين ميوزيوم وفي متروبوليتان ميوزيوم في نيويورك، نيويورك انت متخيله ماشيه نيويورك مفيش اسماء فيفث افنيو بالارقام، الافنيو رقم 5، الافنيو رقم 2، مبنى 36 اي فورس اس ان، ما في حروف وارقام. تعال انت بقى هنا بقى، خد بقى السياح دول، محمد قول له يوطي السن عشان فيه سنه لو تسمع، اشكرك لو تسمع، فهو جاي ميرسي احمد. فده مثلا واخد بالك، المسكي هو مسك، مين مسك بقى؟ ده واحد من اللي مش عارف ايه بتاع اهل بقى الجنود الانكشاريه والمماليك، مش هنخش في قصه، واخد بالك. في مثلا ازبك صاحب الحديقه والقصور ومش عارف ايه، فاصبحت الازبكيه، ازبك ابن تطخ، بص اسمه عامل ازاي، ازبك ابن تطخ، طا طا خاء تطخ، تقولها وانت خلاص يعني ما تاكلش قبليها بساعتين، يعني قبل ما تقول الكلمه اللي قبل ما تنطق، يعني انت لو قابلته في الشارع ما تسلمش عليه او ما تشاورش على اصحابك، ده ابن تطخ اهو، انا مش حقيقة لانك هتضايق اصحابك بحاجات مش لطيفه. في حاجات جميله جدا يا جماعه، ويعني ايه جاردن سيتي، ويعني ايه الزمالك، ويعني ايه زملك، والزملك العشه، والزمالك دي كانت كلها عشش بتاعت الفقراء وبتاعت اللي شغالين عند الراجل والملك وبتاع، حاجه كانت تعبانه كده، وبعدين دلوقتي الزمالك بقت المتر فيها، يعني حاجات كلها فيري انترستنج. القاهره ذات نفسها اللي انت عارفها بتاع قاهره المعز دي، انها قاهره الزمن، او انها القاهر اللي هو المريخ، ده لسه فيها كلام كمان، ليه الفاطميين سموها كده، لسه فيها كلام، واخد بالك. ومن هنا بقى، وقرقوش بتاع قلعه
صلاح الدين الأيوبي، وعندك اتنين قرقوش في التاريخ مش واحد، اتنين قرقوش كمان، واخد بالك؟ والبير بتاع يوسف، طب ليه بقر يوسف في القلعة ده فوق 80 متر؟ مفيش بير في الدنيا بيتحفر في الصخر مش في التراب فوق 80 متر عشان يجيب مية للجنود بتوعه جوه القلعة. حاجة ما حصلتش، لدرجة ان هو تحت بدأ كل ارتفاع يا دكتور يحط تور بساقية تحت في البير يلف علشان يطلع المية من تحت لتور تاني فوق يطلع المية بالساقية لفوق لغاية لما يوصل المية لفوق 80 متر. دي مصر، دي بلدك، دي حضرتك. لو انت ذات نفسك ماشي في شوارع في شوارعها ومش عارف معنى الشارع، يبقى ازاي الحال؟ يبقى ازاي الحال لما انت ما تعرفش مين الرجل العظيم اللي اسمه احمد حلمي بتقول اسمه 500 مرة في اليوم؟ لما انت ما تعرفش ده، لكن تعرف اللي وقف فوق الكورة وطلع لسانه لما جاب جون، صح ولا مش صح؟ وخلى الناس تدور الضرب في بعضيها في الامارات وانظرنا سيء في العالم كله. عرفت ده؟ عرفت خمسة مواه؟ همي الكلمة اللي أنا بكتبها لكم على الفيس تملي، همي يبكي وهمي يبكي، لأن مفيش همي يضحك. طيب، فإذا هذه المحاضرات وهذه الحاجات اللي هنعملها لكم، وما بنتكلمش في مصر القديمة بس، إحنا لن نكل، ما تقلقوش إن شاء الله. الإحباطات، عندك إحباط؟ مراتك محبطة؟ بنت خالتك عندها مشكلة نفسية لأنها سابت خطيبها؟ هاتيها محاضرات بسام. اعلان بعد الفاصل. بالنسبه بس حاجه بس سريعه عشان اعرف الناس الحلوه الجميله اللي انا بموت فيها دي، واللي الديديكيتنج ذيمسيلفز عندي على الفيس دول الجمال دول، يقول لك ايه البرنامج حلو يا مستر بس كان لازم تاخد وقت اطول من كده شويه. دي الكلمه اللي تملي ربنا يكرمكم انتوا بتكتبوها لي على الفيس. بجد نفسي اقول لكم حاجه، مش انا اللي ببقى ماسك الوقت، انا مش انا اللي ماسك الوقت. يا ريت يا سهل ساعة، اديني ساعة وانا اقول لك، وانا ببطل كلام عن مصر ده. انا مش عايز اقول لكم، في بيتي مع والدتي بديها لكتشرز الغلبانة دي، بديها في اي وقت تبقى هي قاعدة مثلا في الصالون مثلا بتقرا كتاب او بتقرا قارئة جيدة او ممتازة بمعنى صح، 24 ساعة قراءة، فبتبقى ماسكة كتاب كده مش بتمسك كتب انا بتقراها قبل ما نوديها للمطبعة وبتطلع لي الغلطات اللي فيها. وهي ست بيت، يعني انا امي ست بيت ممتاز. فانا بقول لك النهارده قبل ما انزل لكم كان اهل اسكندريه عندنا، قعدتهم الاثنين في الصالون ومحاضره ربع ساعه. طول ما انت ما انا الحته يمكن ما وانا في الدش لا ما بقولش محاضرات، يمكن هي دي الوقت مرسي. ربنا يبارك لك يا ست الكل. طيب عندنا حبه اسئله، نخش على الاسئله على طول النهارده. طيب، معرض اليوم القطعة الواحدة ممكن يتعمل في أكثر من مكان. أيوة، هنا دي ده هنا سؤال أو تعليق على الفكرة اللي أنا عرضتها على وزارة السياحة، وكانت من ضمن الـ 32 مقترح أن أنا قدمتهم لمستشارة الرئيس عندما تم دعوتي إلى قصر الاتحادية يوم 29 أغسطس اللي فات. فقدمت 32 مقترح وقدمت كل الملف اللي أنا بعرضه عليكم من سرقة أثار ومن مزادات عالمية وتل أبيب بتبيع إيه ومش كل 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 ده تسلم للرئاسة خلاص في الأمن القومي، وهم اللي دعوني هناك الدعوة كريمة، ورحت قعدت أخدت وقتي قلت كل اللي أنا عايزه كل اللي أنا عايزه. وأنا حبيت فكرة إن الشعب قاعد مع الرئاسة دي كويسة برضه، لأن هم سمعوني في راديو مصر واتصلوا بيها أقل من 48 ساعة. بصراحة جالي تليفون من مستشارة الرئيس، حضرتك راجل وطني وإحنا سمعناك في راديو مصر، يا ريت تشرفنا وتقول لنا كل. حاضر، عينيا الاتنين، رحت جاي وطلباتي كلها وحاطين. من ضمن الـ 32 مقترح دول مقترح حاجة اسمها معرض أو متحف القطعة الواحدة، غرفة مش هتكلف الحكومة كتير، الحراسة بتاعته مش هيبقى حاجة أنت محتاج ده. وفي نفس الوقت في عالم زمان جميل قوي ما تقالش اسمه لكن قال جملة عجيبة قوي، بيقول لك museums are dangerous places. فالجملة لما تيجي تقريها في الكتاب تستغربيها. ليه المتاحف أماكن خطرة؟ خطرة زي ما احنا بنقولها كده، لا خطرة بقى عشان نتكلم بقى كلام بقى بتوع الخط بتاع كويس، أماكن ليه؟ إيه الخطورة في حتى فكر فيها كده، الراجل ده إيه؟ الراجل ده عشان يقول جملة زي دي لازم هيكون هو فعلا. تخيل أنت انك بتحط 160 الف قطعة في اوضة واحدة، كل قطعة منها برايسلس ملهاش تمن، ملهاش
تمن. يعني القناع الذهبي ده ملوش تمن، ما تقدرش تأمنه، ما تقدر يعني لما تروح لشركة تأمين مش هتقدر تقول لهم أمنوه بكام، ملهوش برايسلس، معلوش استيميشن، ما فيش حد يقدر يقدر تمنه. فتخيل انت بتحط ده بقى مع 160 ألف قطعة في مبنى واحد زي المتحف المصري انا بتكلم مثلا، فانت بتجهز الوجبة كلها للايه، لللص او للحرام، زي ما حصل يوم 28 يناير. طيب نحل الإشكالية، هنعمل متحف القطعة الواحد، هيفيدك ازاي؟ واحد مش مكلف، ودي حاجة هتبسط الحكومة جدا، لان انت ما تقوليش تكلفة دلوقتي واحنا في اللي الناس مش لاقيه تاكل، ما تقوليش بقى اعمل لي متحف جديد، ده احنا مش عارفين نخلص الكبير بتاع ميدان الرماية ده اللي بقاله مليون سنة، ده معرفش ده ابتدوه في الأسرة ال 18 تقريبا، واخد بالك، وغالبا هيخلصوه لما نثبت ان بلوتو عليه ميه، مش خلاص هم اثبتوا ان المريخ فيه ميه، لما يزروه بقى بلوتو بقى هيبقى فيه ميه يبقوا يعملوه خلاص. وعندنا الكوكب اللي انا كتبت لكم عليه ده اللي هو معمول من الالماس، ده كوكب حلو نطلع نعيش فيه، لان الكوكب كله معمول من الالماس، فتقعد بقى تعيش بقى انت بقى ماشي على ارض الماس بقى، مش ذهب بقى زي مصر القديمه بقى، اه كلكم قعدت الماس. طيب يبقى اذا القطعه الواحده ديت فكره مش مكلفه، اتنين حمايتها هتبقى سهله، ثلاثة الريجوليشن بتاع الهيوميديتي وان انت ازاي تظبط العرق والنفس والكلام ده كله هيبقى سهل باجهزه سهله جدا، والرطوبه والكلام ده نمره اتنين، نمره ثلاثة تذكرته هتبقى بسيطه جدا، انا قلت للمصري ببلاش دايما ابدا بطالب ان المصري يخش ببلاش، وللاجنبي برضه هنعمله ب 20 او ب 30 جنيه. برضه من 3 ايام كنا بنتكلم عن المتحف المصري، قلت انا اعترضت على فكره ان 75 جنيه دخول الاجنبي، فالمذيعه قالت لي يا استاذ بسام انت بتستغلي 75 جنيه للمتحف المصري للاجنبي، ده احنا بنخش حتت في بلاد بره بندفع قد كده وما بنشوفش مش عارف ايه. قلت لها الكلام ده غير صحيح حضرتك، قلت لها كده على الهوا، قلت لها الكلام ده غير صحيح، المتحف البريطاني بدخوله مجانا، انت بتتكلم على 8 مليون قطعه جوه وبره، بتخش تشوف كل حاجه انت متخيلها من رافاييلو لميكلانجلو لمصر القديمه لتحنيط لتوابيت، قصص وكفايه لوحه رشيد اللي هي على الشمال وانت داخل دي، كفايه لوحه رشيد اللي هي الستار بتاعه المتحف البريطاني، زي برلين الستار راس نفرتيتي، زي بوسطن الستار عن خائف، ها ها مين عن بنكارا ده هو مراته، ده قمر مش هتشوف اجمل من كده راجل واجمل من كده ست في متحف بص. طيب مين عن خائف؟ استنى يا محمد انا عارف انت الطالب الشاطر اللي بيتغاظ، اللي الطلبه الثانيه بيتغاظ منه، عارف اللي هو عارف كل حاجه، اقول انا استنى يا محمد عن خائف مين؟ يلا 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 ها مين مهندس الهرم الثاني صح كده، خلاص كده خائف رائع، برافو عليك. يبقى اذا احسنت، يبقى احنا لازم يا جماعه زي ما احنا عارفين خوف وعارفين كله، برضو بصها برضو على الغلابه اللي جنبيه، مش كل حاجه خوفه بقى وخلاص، واستنوا كمان مره الصور بتاعه خوفه واللي حصل الاسبوع اللي فات انا ما نسيتش، بس مش هنحرقها لغايه لما نتقابل يوم 22 ان شاء الله في بتاع، و22 هتبقى برضو بدري هنا 5:30، هناك هتبقى 6 ان شاء الله عشان الشتاء، عشان البنات تروح بدري ويقدروا يحرسوا اخواتهم الولاد وهم مروحين، لان دلوقتي هي القصه كده، هي القصه كده دلوقتي كويس. فده عندك عندك بقى المتحف، متحف القطعه الواحده ده يفيد سياحه ايه بقى؟ البحيره، لوحه كوم الحصن، لوحه كوم الحصن دي اقدم من لوحه رشيد صح؟ تمام. انا بقى عايز حاجه، انا هجيب السائح لغايه البحيره، والسائح يجي لك للبحيره ليه؟ علشان هناك متحف لوحه كوم الحصن. طيب وكوم الحصن مهمه للسائح انه يشوفها ليه؟ ليه ياخد المشوار من القاهره لغايه البحيره؟ ساعتين ولا ساعتين الا بالعربيه مثلا ولا حاجه، ها يروح علشان يروح يشوف لوحه كوم الحصن، لان لوحه كوم الحصن اقدم من لوحه رشيد، اهم من لوحه رشيد، فيها نفس النص بتاعت لوحه رشيد، فيها بتولوموس الثالث اللي هو مش بتولوموس الخامس بتاع لوحه رشيد، وفيها كمان اول نص يقول لنا على التقويم الصحيح اللي اخده بعد كده اوروبا، والتقويم الجريجوري والتقويم الايه اللي احنا بنسميه دلوقتي الميلادي، الربع يوم اللي اتظبط ده. وبالمناسبه من ضمن احدث الكتب اللي النهارده كنت بقراها بتتكلم في 365 يوم 0.2 مش 0.2 وربع، السنه نقصت ما بقتش وربع بقت 0.2 ما بقتش 0.4 فيظهر ان القصه اللي بنعمله هيطلع علينا ولا ايه يا جدعان. طيب
فاذا انا هاخد اتوبيس عشان اروح عشان ادفع 20 جنيه مصري رخيص حلو جذاب، هعمل لي 5-6 محلات، هعمل لي بازارات للشباب يشتغل، هخلي المصانع في البحيره تعمل الشغل بتاعهم من الاخشاب ومن ومن ومن، اعمل اقتصاديات هايله في كوم حماده. ما انت جنب كوم حماده هناك، كوم الحصن دي جنب كوم حماده، كوم الحصن دي 500 متر من قريه جميله جدا جدا هناك، يعني حاجه كبيره كده حلوه على اعلى على اعلى مستوى. عندك بقى اماكن زي الطود وزي وزي وزي. يبقى حته واحده بقطعه اثار واحده قلبت الدنيا في المحافظه دي وعملت اقتصاديات. وانا في احدى محاضراتي في البحيره قعدوني استضافوني في فندق هناك، طبعا الفندق عايز فندق ماشي موافق، لكن حته سبوت ولا تقول لي انا مش لفيت انجلترا حته حته اهو، مش لفيت امريكا حته، انا عايز اقول لك تحفه التحف، راحه لعينيك، عيد لعينيك. الانجليزي يقول لك ايه، فيست يور ايز. يعني كنت وانا بالاتوبيس كده وداخل على الهرم سقارة المدرج، ما كانوش هم لسه شافوه السياح اللي معايا في الاتوبيس، فاقول لهم feast your eyes the most ancient pyramid in the world. feast your eyes، خلي عينك في عيد. شوف اللفظ جميل ازاي، عينك هتعيد لما تشوف ده. انا بقى هناك لما فتحت الشباك عيني عيدت على المنظر اللي قدامي، في دمنهور العظيمه، خضار على مرمى البصر، ترعة ما فيش أنضف من كده، ترعة وعريضة وحلوة، شارع عريض ما فيهوش زحمة عربيتين على بعض، ده كورنيش بتاع الترعة ده، ده منظر يا خبر أبيض عليا. ده أنا لو أنا راجل بتاع السياحة وعندي في إيدي المسؤولية، ده أنا منظر، أنا لو ما دخلتش 10 مليون سايح على المنظر ده بس ما بفهمش حاجة في السياحة في البحيرة بس. ده أنا مش عايز أكلمك بقى مصطبة بيت خلاف في جرجة، ازاي الحال؟ مصطبة بيت خلاف، حد سمع عن القصة دي ولا ايه؟ في جرجة 50 كيلو من سوهاج، تاخد عربيتك وتطلع تلاقي كم اثار مبهر مبهر. مصطبة قد طول انا مثلا، بتتكلم في 10 ارتفاعات ليه، مصطبة لسه ما عملناش الهرم، متخيل اهمية الاثر ده عامل ازاي؟ يجيب لك سياح قد ايه؟ يلا وصل ميه نظيفه، اعمل مجاري نظيفه، افتح لك فندقين صغيرين من نفس الديزاين بتاع سوهاج، هات بتوع سوهاج يعملوا خشب يعملوا اعمال وكده، عرفهم على المتحدي الاعاقه هناك، خلي متحدي الاعاقه يعملوا لهم طرق ان هم يخشوا هذه الاماكن. انت انا من كام سنه اتصل بيا واحد صاحب شركه قال لي انت عارف منظمه سيث؟ قلت له لا، قال لي طب حضرتك شرفني في المكتب. رحت وكان في شغل بيننا ان هذا الرجل عايز يدخل من 15 لكذا مليون متحدي إعاقة إلى مصر سياحة، كان عايز يفتح شركة سياحية لمتحدي الإعاقة في العالم. متخيل الفكرة قد إيه؟ متخيل قد كام مليون بني آدم في العالم من متحدي الإعاقة، من مكفوفين وضعاف السمع والمشلول وكذا كويس، ومتحدي الإعاقة الجسدية، متخيل كام واحد من دول مستني يجي علشان بلغة الإشارة تشرح له الهرم أو أبو الهول أو الكرنك؟ متخيل كام واحد كفيف هتعمل له مستنسخات وهتدي له الأوكي إن هو المتحف البريطاني عامل مستنسخ من لوحة رشيد جدع أنا أطلعها من الأصل؟ لو أنا جدع بعد 34 سنة قراءة في التاريخ والآثار وبعد 48 كتاب كتبتهم ربنا أكرمني بيهم، منهم قاموسين، قاموس الاطفال وقاموس للكبار، من ده من ده، انا بقول لك انا ممكن اتخدع في الاثنين دول من كتر ما المستنسخ تحفه. طب ايه المستنسخ؟ لقوا ان الاجانب والانجليز والسياح بيتهبلوا عايزين يلمسوا، لان هي اصلا جذابه، انت بتبقى قدامك كده وعايز تلمس الاثر من كتر جماله. فقالوا طيب احنا بدل ما الناس عماله تلزق ومش عارفين وتبوظ الاثر، احنا هنعمل لك مستنسخ يلمس زي ما انت عايز بقى، ان شاء الله تحضنها وتتجوزها. وفعلا وراحوا الناس والسياح حطوا ايديهم وقعدوا يعملوا. ده بقى للمكفوف ايه؟ ده للمكفوف الحياه كلها، الحياه كلها. وعايز اشوفكم كلكم يوم ايه يا حسن؟ ربنا يبارك لكم. هنا 17/12 هنا اليوم العالمي للمعاقين، وهنا عاملين نشاطات، استاذ حسن واستاذه منى عاملين نشاطات مش عايز اقول لكم، كانت استاذه نيفين يعني والناس كلها اشتركت، استاذه كله حاجه مش هتصدقوا ان مصر فيها حاجه من الاخر. فده هيبقى اليوم الكمبليشن بتاع السنة كلها. فتعالوا يا جماعة اقفوا جنب الناس دي ولو لربع ساعة من وقتك السمين، فوت الساعة ونص بتوع ماتش الدوري. أنا بتفرج على كورة بالمناسبة،
وكنت بروح الاستاد في الدرجه الثالثه. يعني انا مش بقلس على الكوره ان انا مش كده، لا، وبتنطط في الماتش برضه وعايز فرقتي تجيب جون وكل ده، بس في اولويات في وقت بلدك عايزاك فيها. طب انت ما عندكش وقت، جاي من الشغل تعبان، يا ظهري يا رجلي يا دماغي، خلاص لما حاجه ربع ساعه اسلم على الناس دي واشوف بقى مين عامل ايه. ده انا الاستاذ حسن مديني النهارده، بس انا مش هكشفها لكم دلوقتي، مديني النهارده شغل لبني ادم مكفوف عظيم، ولا كلنا على بعضنا ما نعرفش نجيب ربع اللي هو عامل. انا بقولها لكم اهو، وانا ما اعرفش 90% منكم ما تعرفش تعمل واحد بيرسم كفيف بطريقه بريل، مش بيرسم متخيل، لا، ده بيرسم بطريقه بريل اللي هي بطريقه بارزه اللي احنا بنسميها برايل هنا. يعني هي بريل اللغه بتاعتها في الاصل بريل، احنا بنسميها برايل بس هي بريل في الاصل اللغه الصحيحه. فادي مثلا القطعه الواحده، السؤال بتاع القطعه الواحده، نرجع مرجوعنا تاني، لازم ننظم نفسنا وحكايتها. اما عن اللي بيحصل في المتحف دلوقتي انا موافق عليه. ليه؟ لان الزجاج اللي فوق اللي بيجددوه ده، دول ثلاث طبقات من الزجاج، منهم طبقه ضد الالترا فايلت، الاشعه تحت بنفسجيه، فوق البنفسجيه اللي بقى تحت الحمراء وفوق البنفسجيه، ومش هتنزل الاشعه دي، فبالتالي الاشعه دي لما كانت بتنزل على الالوان كانت بتاثر فيها، فخلاص الالوان دي خلاص في فلتر فوق اهو الحمد لله، والاثنين التانيين مقاومش عارف ايه وبتاع بتاع ايه، خلاص. والالوان اللي انتم شايفينها دي اللي هي هتبقى زعقه بالنسبه لعينيكم شويه، اللي هي الفستقي الفاتح والاحمر النبيتي في الارض شويه، ما تقلقش، دي الالوان الاصليه 1902 لما اتعمل المتحف وافتتح في 1902، دي كانت الالوان الاصليه، فهم حبوا يرجعوا للالوان الاصليه. تعظيم سلام فلاش. وبعدين هتلاقوا فوق بعض الزخارف هتعتقدوا انها اسلاميه، لان ايوه درجان ده اللي هو مارسيل ده اللي هو او المعماري اللي عمل المتحف، اللي عمل الديزاين بتاع المتحف، حب يحط زخارف اسلاميه جوه، فهم علشان يبيضوا قشروا عشان يبيض، فقعد يقشر شال طبقه لقى طبقه ثانيه تحتيها، ده الكلام ده اليومين دول، شال الطبقه الثانيه فلقى طبقه ثالثه، ثالثة لقى رابعة لغاية لما وصل للطبقة السابعة. لما وصل للطبقة السابعة لقى زخارف نباتية طالعة، فراح مخليها وراح ملونها باللون الأصلي ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. يا أخي سبع طبقات وإيه؟ ده اللي احنا حافظينه قوي، حافظينها قوي دي. طيب يبقى ده بالنسبة لتعليق المتحف القطعة الواحدة. أخيرا علشان إجابة السؤال، هو هم بيهزروا أستك يعني مركز في دي، ده ضاع مننا خلاص. كنت عايز أقول لكم بالنسبة لآخر حاجة بالنسبة للمتحف القطعة الواحدة، مهم أوي إن أنتوا تعرفوا إن مفيش بلد في العالم أنا أعرفها فيها ده، فأنت هتبقى بايونير بر، يعني أنت هتبقى برضو من ضمن الأوائل أو إذا لم تكن أول واحد يعمل متحف القطعة الواحدة. فأرجو إن لو في إعلام قاعد يوصل صوتنا، ولن نكل ولن نمل، والجديدة اللي أنا أضفتها السنة دي ولن نستريح ولن نريح الاثنين، علشان اللي قاعدين على الكراسي دول لا، لغاية آخر حاجة طالعة من هنا، لما ده ما يطلعش ممكن هم يستريحوا مني، لكن طول ما هو في حاجة بتطلع من هنا وربنا كرمنا هنقول ومش هنخاف. تمام، نخش على السؤال اللي بعديه. مرسي يا فاطمه، ما هي الدلائل على اكتشاف ان الحضاره المصريه تتجاوز 16 سنه؟ برافو عليك، 16000 سنه، هي 16000 وليس 7، هو ليس 7000. هو طبعا اللي كاتب دوت كاتب بالديموطيقي، لان العربي ده مش عارف، ده يمكن ده ديموطيقي او حاجه. شوف يا سيدي العظيم، في النوبه العظيمه في مكان اسمه عزبه السبيل. عزبة السبيل فين؟ حوض كومومبو فين؟ 45 كيلو شمال أسوان تقريبا. طيب الأجانب درسوا القطعة دي زي ما انت درستها بالظبط، ولقوا هناك في حوض كومومبو في عزبة السبيل ثقافة. احنا اتفقنا في محاضرتنا في حاجة اسمها حضارة وفي حاجة اسمها ثقافة، والاتنين واحد ما تقلقش. لكن من كتر ما هم معجبين قوي بفكرة ان قبل ما يبقى فيه كتابة وقبل ما يبقى فيه هرم وقبل ما فيه مسلة انت شخصيا عملت حضارة، سموها ثقافة، سموها كالتشر، عايز ايه احسن من كده؟ فعندك بقى مرمدة بني سلامة دي كالتشر، عندك نقادة واحد ونقادة اتنين ونقادة دي كالتشر، عندك حضارة دير تاسة بأسيوط كالتشر، عندك اتفقنا في النوبة ادي كالتشر،
نابتا بلاي، عملت لكم محاضره ساعتين وي عليها هنا هو ادي كلتشر. يبقى اذا اماكن وحاجات تانية كتير طبعا، الجرزه والعمري وكل الحاجات الحلوه دي، فدي كلها دي كلتشرز. ما كانش لسه في ملك واحد بيحكم مصر، ما كانش لسه في حكومه مركزيه في مصر، ما كانش لسه في نعر مر، ما فيش مينا، ما فيش مينا موحد القطرين، فاكر في المدرسه؟ اتهرينا مينا موحد صلايه مرمر، وكان مرمر قد واحد القطرين وارتدى التاجين الابيض والاحمر، احفظ حط في الامتحان انسى تاني يوم على طول، مش كده؟ طيب حلوة. لا بس في حاجات ايجابيه حلوه في التعليم هبقول لكم عليها مره لما يبقى عندنا وقت. بتحصل معايا انا دلوقتي، يعني مدارس لن تتخيلوا عاملين ايه والطلبه عاملين ايه، حاجه تخليك امال انت امال انا متفائل ليه؟ امال ايه حكايه اللي كاتبين في الفيسبوك بسام رئيس جمهوريه المتفائلين دي؟ عشان انا شايف الايجابيات دي كلها، واول ما بلاقي نفسي بجنح زي من ثلاث اسابيع بجنح للاحباط اللي موجود فيه ال 100 مليون مصري الا اربعه تقريبا او خمسه في البلد، واخد بالك، اروح مقرب منهم، اروح مصاحبهم، احب صاحب الايه المتفائل، واحاول اطلع المحبط من ايه بتاع مصر انه يستنى لازق بامير. اشوفك كمان شويه عشان ما تاخديش معاك، عشان ما تاخديش معاك. ف في حوض عزبه السبيل دي لقوا مقابر. بص خد بالك بلدك افرازها عامل ازاي، مش هتصدقوا تلاقيت ايه في المقابر دي، تلاقيت حاجات اغرب من الخيال. جوه المقابر دي لقوا عظام حيوان مع المقبور المدفون المرحوم الديسيزد. الحيوان ده ايه بقى يا جميل؟ الحيوان ده طلع حاجة اسمها فيليوس، ركز معايا في الانجليزي وفي اللاتين، فيليوس ليو. طيب ليو ومفهومة، عشان احنا كلنا جدعان قوي في الابراج وكلنا حلوين قوي في ايه في التلفزيون 3 4 ساعات على اتكلم برجك عشان تعرف انت بكره هتعمل ايه، هتموت ولا هتنتحر، خلاص ما هو الاثنين هنموت في الاخر، يعني تعددت الطرق والموت واحد يا استاذه. ولما انت فاهمه كل حاجه في بكره، انت ذات نفسك ليه مش مليونيره؟ يعني اللي طالعه بتقول لنا بكره فيه ده، انت ذات نفسك مش مليونيره ليه؟ مش انت كنت ممكن تتوقعي ان في امريكا في ديل حلو قوي هيكسبك 4 مليار جنيه لو مضيتي؟ ما سافرتيش ليه امريكا عشان تمضي العقد ده لما انت فاهمه كل حاجه هتحصل بكره؟ طيب هناك في حتة ان انت عايز تعرف ايه فيليوس ليو دي، عرفنا ان ليو يعني الاسد، فيليوس كلمة بمعنى الجد الانساس، الجد الانساستر بتاع زمان، يبقى ده جد الاسد. هتقولي طب وايه الفرق بين الاسد وجده؟ جده مفهوم، لعيب كورة كان من اصل من البحيرة، كان بينزل يجيب جوان في اخر 3 دقايق وبعد كده انتهى، مش عارف راح انتهى ضرب نفسه بروزه حاجه كده، مش عارف، بس ما سمعناش غير عنه دلوقتي يا عيني بيعمل حاجات غريبه، خلاص ما اعرفش عمل ايه، خلاص ده جده. لا انا بكلمك على ان جد الاسد، ايوه مختلف عن الاسد اللي انت بتشوفه اللي هو انا طلع لي اسد، مختلف بيه في ايه؟ في الحجم. فلقوا عظام الاسد اللي موجوده في المقابر اللي عندنا. انت عمرك سمعت عن قصه زي دي بتحصل لمصر؟ اهو ده قصه حصلت. لقوا ان العظام الكبيره بتاعت فيليوس ليو هي كان الجنوبي العظيم ده كان لما بيجي يتقبر، لما بيجي يدفن، ده الكلام ده قلنا قبل ايه؟ قبل توحيد الاسرات والقطرين والديانات وايزيس واوزوريك وكل الشله دي بالاف السنين. ولقوا ان هو بيتكلم في حدود 16,000 في الحته دي، عشان كده انا بقول لك ليه حضاره ليه ثقافه عشان ده. وهو واخد معاه حته من الاسد، لان ببعض النظريات الثيوريز بتقول ان الاسد ده كان هو الرب المعبود في الوقت ده، فهو واخد حته من الرب الاسطوري بتاعه علشان يساعده فين في الحياه الاخرى في الرحله بتاعه بكره دي. فلما يروح بكره بقى عشان يواجه، انا معايا اهو الرب الاسطوري، هو حته منه اهو معايا كده، الفكره كانت كده. يبقى ده واحد عنده ديانه، طبعا ديانه ملهاش دعوه بينا، لكن اهي ديانه ما طقس، يبقى في حاجه بت ايه شغاله، على الاقل عرف ان في طريق ايه لسه هيكمل، مش دي النهايه. يعني انت في 2015 في ناس تيجي تقول لك لا خلاص انا هموت هنتهي، ما فيش حاجه بكره، ايه انت هتقعد تقرفني ليه بقى؟ خلينا استمتع بحياتي. بتوع بره بقى وناس برضو حلوين كده بداوا يظهروا لنا اليومين دول، هنا عندنا ترند بقى. حلو كلام يا شباب. فاذا هذه حضاره وثقافه على اعلى مستوى، لدرجة ان الاجانب سموها، اسمع بقى اسمع بلد، بص شوف مصر بتعمل ايه، سموها the civilian culture،
سبيليان، جاية من سبيل. شايف أخد الكلمة وعملها بالإنجليش عنده، ما غيرهاش، ما قالش مثلا the way، ما هو السبيل ده الطريق مش كده، السبيل الطريق. فكان ممكن هو يترجمها يقول لك ايه the way the culture of the way مثلا، يعني يترجمها ترجمة بلغته. لا، انت عملت عليه، يعني من كتر ما انت قوي، من كتر ما انت ثقافتك قوية، خليته أجبرته أنه يعمل كده. عندك مثال تاني في حكاية 16 و 12 و 10 و 5 وقبل دي، شاب جميل جيولوجي كان بيشتغل مع فرقة ألمانية في حتة في مصر مش هقول لكم عليها، خليكم تبحثوا عنها انت بالليل. وهو بيشتغل، الكلام ده في العشرينات من القرن الماضي، وهو بيشتغل توفي شابا رحمة الله عليه، كان اسمه العمري أو العمري. الألمان من كتر تقديرهم لهذا العالم الشاب المصري أطلقوا على الحضارة اللي هم بيدرسوها العمري. فدلوقتي تفتح أي كتاب تاريخ ما قبل التاريخ، أو تاريخ ما قبل توحيد القطرين، أو زي ما بيسموه ما قبل الأسرات، كويس؟ تقرأ إيه؟ نقضى واحد ونقضى اثنين، ودير تسب أسيوت ونبتة بلايا، ومش عارف الحضارات اللي بوردت بني سلامة والشلة دي كلها، وفي الوسط الجرزة العمري أو العمري، الأمريتيان بالإنجليزي، لأن أماري أمريتيان كالتشر، اسم شاب مصر. بالله عليك كم واحد في القاعة، ومعنا دكاترة ومعنا ناس ماجستيرات وناس دسرة أثار، وأنا شخصيا قبل ما أخش الجامعة أو أقرأ عن هذا الشاب المصري الجميل ولا كنت أعرف عنه حاجة. التاريخ لسه فيه جابس، والجابس دي مش التاريخ اللي عاملها، إحنا اللي عاملينها، لسه فيه فراغات إحنا مش مليانها، لازم ندخلها نملاها. كل ما هتتملي الفراغات دي هتشد رجلين أكتر ناس للتاريخ، لان مش هيبقى، هو مش هيبقى فكره ان انا جايب وقفك قدام الهرم وكان الهرم مكون من 2,300,000 اصل ده سهل، ده سهل ان انت تحفظه وتروح رصه زي ما اي مدرس هيرص خلاص. فده ليه احنا معتقدين ان الحضاره المصريه القديمه اقدم مما يتكلم الناس عليه، وبالايه؟ بالادله اللي انا ذكرتها لكم. لماذا لم يتخذ الملوك المصريين القدماء لحكم مصر عاصمه واحده، ولماذا لم يشيدوا معابدهم وأهراماتهم ومقابرهم في مكان واحد؟ خد بالك، جنب المقطم كان في قبيلة عايشة في أيام دخول الإسلام، وكانت القبيلة دي اسمها قبيلة بني قرافة. خلاص، بني إيه؟ قرافة بالقاف. لما الناس دي لما الناس دي عاشت في الحتة دي وماتت وبتاع، بدأوا يدفنوا. ايه يا جماعة المدافن اللي هناك دي؟ دي مدافن بني قرافة. طبعا انت يا مصري تملي بتحب تضيف التاتش بتاعك العادي بتاعك، خلاص، فرحت انت شايل بني وخليتها قرافة. وانت زي ما اتفقنا في المحاضرات اللي فاتت عندك خناقة الحرب العالمية الثالثة مع حرف القاف. المصري يكره حرف القاف، وده ممكن يحطك في مشاكل هناك في المغرب والجزائر وتونس، يوقعك في مشكلة. مثلا لو انت رحت تونس، واحد قال لك شو تبغي بتروح، قلت له انا عايز اروح السوق. السوق؟ متأكد؟ متأكد انت عايز تروح السوق؟ يعني اللي هي ام همزة دي اللي فاكرها في بتاع عاملة كده دي، فطبعا دي مشكلة، لازم تقول السوق وهكذا. طيب، فقرافة بقت قرافة، وبقت انا رايح القراف. احنا عندنا في اسكندريه المناره، انا رايح القراف، وسموها المناره، يعني مجموعه المتوفين هناك دي الحته دي اسمها المناره. عندنا حته تانية اسمها العمود، لان فيها وانت واقف فيها، وانت واقف في الناس المسلمين اللي مدفونين، بصيت كده لقيت عمود السواري فوق. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه البلد دي؟ ايه البلد العجيبه دي؟ انت واقف هنا اسلامي، هنا وراك كنيسه، قدامك هناك مسله، هنا في عمود، هنا في يوناني، هنا في روماني، هنا في كذا. حتى الفارسي اللي كان اكبر عدو لك نفد بمعبد في هيبز لسه مرممينه لسه مفتتحينه. حتى ده اللي كان، انت عارف الفرس احتلوك مرتين، عمرك شفت كده؟ يعني احتلوك طلعوا، وبعدين بعدها بشويه مصر افتكروا راحوا داخلين تاني واحتلوا تاني وطلعوا، طلعهم في الاخر بقى الاسكندر الكبير وخلص البتاع. الاسكندر الكبير مره تانية، الاسكندر الكبير بس ما هوش الاسكندر
الله يكرمكم. هو بالانجليزي اسمه ايه؟ سمعني والنبي الانجليش كده نشنف وداني يا محمد. الكسندر ذا جريت، ما قالش ذا جريتست، صح ولا مش صح؟ فلو كان قال ذا جريتست كنا هنقول الاكبر، الهرم الاكبر بتاع خوفه يعني، لان هو اكبر هرم في مصر، الهرم بتاع قاع افرع زي ما اخونا صديق قالها بصراحه شديده وبهيروغليفيه صحيح، قاع افرع اللي هو تاني اكبر هرم في مصر. لا غلط، قاع افرع مش تاني اكبر هرم في مصر. شفت المفاجاه يا جميل؟ انت بتقول ايه؟ خوف وخفرع منكور، على طول بتروح حاططهم الثلاثه راسهم مع بعض كده، اللي هو بالظبط كده زي ما تكون انت بتشرح بقى ايه من اليمين للشمال في خط الدفاع واقف مش عارف حسام غالب اقوف وخفرع منكور على طول كده، واخد بالك؟ تاني اكبر هرم في مصر الملك سنفرو في دهشور، ازاي الحال؟ طيب لما انت هتيجي تجاوب في الامتحان زي كده زملاتنا الجمال اللي في الجامعه، لما تيجي تقول له الحضاره المصريه من 16000 سنه يقول لك انت جبت الكلام ده منين يا حبيبي؟ الكتاب بتاع البلوك جايد بيقول ان في سيبينيان كلتشر من 16 مش 14 12 بتعرف ايه؟ ساقط. فانا تملي دائما ابدا بقول لزملاتي واخواتي وبالذات اخواتي اللي على شمالي دول كويس لان عيني بيعانوا، اعرف مني واكتبه في كراسه، يعني اسمع مني في محاضراتي وانتوا بتوع الجامعه كمان كويس، والمدارس اكتبوا المعلومات انا بقولها لكم او سجلوها وحطوها على جنب علشان لما تتجوزي تعلميها لاولادك، لكن ما تقوليهاش في الجامعه لان هي ستريت فورورد كده، هيتقال لك لو كتبت كلمه من بسام هتسقطك زي ما اتقال لواحده زميله في الجامعه لنا. طيب فنرجع مرجوعا، حلو كده جميل لذيذ، يعني هي الـ مش زمان قالوا النخله اللي ما بتضربش والطوب تبقى بلعها بايظه، مش عارف الكلام الغريب اللي بيتقال ده في الاخر خالص، حاجه كده. الطوب ده دي حضاره، انت عارفه يسموك ايه في بلاد بره؟ سيفيلايزيشن اوف ستون. وخد بالك ثقافه الحجاره، ثقافه الحجاره دي ممكن تبقى حضاره وممكن يبقى وطنيه، لان نحن هنا لدينا ثقافه الحجاره فيما فعلناه بحجارتنا وجعلناها شبه تبعث لنا برسائل التاريخ القديم، وجنبينا قوي جيراننا اللي احنا ناسينهم دول عاملين كفاح حجاره اخواتنا في القدس، يبقى دي حضارة وطنية ودي حضارة. طيب نرجع مرجعنا، ليه ما بنوش كل اهرامات؟ فانا بقول لك ليه حكاية بني قرافة، لان بتوع بني قرافة قرروا بني قرافة، هو احنا عندنا في اسكندرية العمود قرروا العمود هنا، فحكاية قرار انت هتدفن فين دي ملهاش دعوة بالمركزية، ملهاش دعوة ان انت رايح البلد او رايح المدينة الحلوة الجميلة اللي فيها شغل، ولا كل الناس كانت دفنت في القاهرة وده ما بيحصلش طبعا، بل ان هناك محاولات في ان في كثير من الاحيان زي مثلا حتت في اسيوط وفي سوهاج مثلا ان هم جم عملوا المقابر بتاعتهم اكتشفوا ان تحت مقابرهم في معبد لرمسيس الثاني، وكانت مشكله ايام زاهي ان هم عايزين يشيلوا المقابر عشان يطلعوا المعبد من تحت، والمعبد مزبوط يعني المعبد متشاف، فهتعمل ايه؟ مشكله. ما دي من ضمن بقى ايه المشاكل بتاعه الحضارات العظيمه اللي زيك اللي هو ايه حضاره فوق حضاره فوق حضاره فوق حضاره، زي كوم الدكه كده عندنا في اسكندريه، المسرح اللي هو بيسموه المسرح الروماني ده، واخد بالك؟ مسرح الروماني ده تبص عليه تبص لايه؟ فيلة الطيور، في حاجه اسمها هناك فيلة الطيور، فيلة الطيور دي طيور معموله بالموزايكس بالفسيفساء، معموله على هيئه بقى طيور ايه؟ بالوان ايه؟ مش هتصدق، دي فيلة الطيور ما حد سمع عنها، ما حد سمع عنها هناك يعني هتنزل في محطه مصر بتاعت محطه مصر بتاعت اسكندريه، خلاص؟ هتعدي شارع هتلاقي كوم الدكه كده، انزل هنا هتلاقي فيلة الطيور. يعني انت ممكن بجد تاخد قطر 8 ترجع في قطر واحد. شفت ايه؟ شفت. ولذلك حتى في كوم الدكه هتلاقي ايه؟ في اسكندريه هتلاقي الطبقه اليوناني، الطبقه الروماني، الطبقه القبطي المسيحي، الطبقه الاسلاميه، الطبقه الحديثه، الطبقه العثمانيه، كل الطبقات دي فوق بعض. عشان كده ما تعرفش تعمل اندر جراوند في اسكندريه. لما المحافظ يبقى عبقرينه من اليابان مش هيعرف يعمل، الحل الوحيد فوق انك تعمل الريل اللي فوق اللي انت شفتوه في الصوره الغريبه بتاعت النت اللي انتشرت في الفتره اللي فاتت دي. فانت عندك هذه الطبقات ورا بعض لغايه لما هتنزل تحت خالص عشان تجيب الطبقه الاخرانيه خالص بقى، تفاجئ ان انت ده انت هتفاجئ بحاجه تاني، مصر قديم. هتقول لي مصر قديم في اسكندريه؟ هي اسكندريه كانت موجوده ايام مصر القديم، هي اسكندريه كانت موجوده ايام الفراعنه، الكلمه اللي انا ما بحبهاش دي، خلاص، ايام المصريين القدماء كان في اسكندريه. ايه بقى الكلام ده؟ ازاي كان الاسكندر الكبير ومش الاسكندر الكبير؟ امال ازاي بقى اسكندريه فيها مصر القديم؟ روح على المينا اغطس هتلاقي رصفان معموله من رصفان معموله من الجرانيت، كانت مينا ايام مصر القديم. يبقى الاسكندر لما جاي يختار
اختار لانه كان عارف كان قاري تاريخ كويس، ها، وفي ناس غطست واثبتت وجود هذه الجرانيتيات واكتشفوا ان كان في هناك كالت سنتر. يعني ايه كالت سنتر؟ يعني مركز ديني لاوزوريس 1500 قبل الميلاد. ازاي الحال؟ يبقى اللي هيجي بعد كده يقول لي اصل اسكندريه ديت من ايام الاسكندر، هقول له يا ابني استنى، ما تاخدش القشره بتاعت التاريخ كده اهو، خش يا ابني اعمق من كده، تاريخك اعمق من كده بكتير، انت بلد فوق بلد فوق بلد فوق بلد، فانت عندك لازم يعني تدرس الطبقات التاريخيه. فكل واحد بيقرر على حسب المكان اللي فيه قبيلته او فيه شعبه او فيه الجزء بتاعه يتقبر فين. عشان كده بقى في اكتر من جبانه، ادي واحد. اتنين، اغلبهم هنقدر نقول 80 لـ 82% منهم اتفقوا ان الجبانات تبقى في الغرب، هنقول كده يعني مبدئيا، هنقول اغلبهم اتفق على ده عبر التاريخ، انا بكلمك تاريخ قديم يعني. حتى تقول لي ايه؟ تقول لي طيب واللي ما عملوش في الغرب؟ الغرب وفهمنا الشمس والغروب وبتاع، والشمس هتموت وانا هصحى بكره والكلام اللي انت خلاص كلكم عارفينه ده، انا قلت لكم مليون مره قبل كده. طيب واللي حط في الشرق؟ هل في ناس في تاريخ مصر القديمه قبرت في الشرق، دفنت في الشرق؟ بني حسن في المنيا. هتقولي طيب ده بقى واحد ولا اتنين عملوا الحكاية دي بقى يعني فوتها؟ هقول لك 39 مقبرة منحوتين في الجبل واحد جنب التاني، صف واحد 39 مقبرة، يعني مش واحد بقى وان، بيسموه بالانجليزي وان اوف، يعني الوان اوف حاجة كده ايه استثنائي كده على الماشي، لا 39 واحد مصرين ان هنا الشرق واحد. ولذلك القرية اللي هناك بتاعت المنياوية العظام اللي لازم يبقوا ماشيين اكتر ناس رافعين راسهم في الدنيا، لمجرد ممكن جمله واحده بس تتحط وانت داخل المنيا كده، دي بلد خوفه بس كده، مش عايزك تكتب اكتر من كده. وسوق بقى، سوق سياحه في المنيا بقى زي ما انت عايز، هي اسمها كده من ناعه خوف، ومن ناعه يعني مربيه، المربيه بتاعت خوف المنيا. ازاي الحياه؟ من ناعه، منيا، ميناء، يلا كله مع بعض. قريت تاريخك ولا ما قريتش؟ ولو كنت قريت، قريت صح ولا قريت جري؟ ولو كنت قريت جري، قريت جري ليه؟ عشان ما لقيتش حد يقول لي. عندك حق، دي انا هضرب لك فيها تعظيم سلام، لكن تسيب بيتك وتسيب مشغولياتك وتيجي تقعد ساعتين عشان تسمع بسام، دي حركه ايجابيه. ان الناس اللي جات لي لما كان في البلد غرقانه ميه، دي حركه ايجابيه. لما كانت الناس بتضرب بالطوب في التحرير كنت هنا ناس بتجيلي. أنا فاكر كويس قوي في بيت الشاعر في شارع المعز 6 ساعات محاضرة، وكانت الناس تروح التحرير تخلص وترجع تكمل معايا المحاضرة وتسيبني تروح. آه جمال الشاعر كان يعمل كده، ربنا يسيب الخير. جاي منين؟ جاي من التحرير. رايح فين؟ رايح من كده. متخيل تيجي تقعد تسمع كيف كان المصري القديم عظيما وكيف كانت بلدك وحضرتك، تسيب ده تروح تضرب بالمولوتوف ترجع تاني على طول عشان تستوعب. نفس الفكرة زي ما دلوقتي اختلاف الأماكن لاختلاف القرارات، مصر القديمة كان نفس الحكاية. طب هو ليه تل العمارنة بتاعت إخناتون؟ ما هي دي شرق. طيب ليه ما حطش في الغرب؟ ده كده ضد الدين بقى، ده انت كده بقى بني حسن، وتل العمارنة بتاعت إخناتون ضد الدين بقى، ضد الدين بتاع مصر القديمة ولا ايه بقى؟ أقول لك لا، ايزي جدا، هو كان راجل مرن جدا المصر القديم ده، مرن جدا جميل، ما لقاش جبال في الغرب، هنحت مقابري فين؟ بس في جبال في الشرق، انحت يا عم في الشرق، وبعدين نبقى نقول ديديكيشن وتكريس للغرب وخلاص، أرباب الغرب بقى. يعني هي برضو جزء من الفهلوة يعني، بس أنا بقول فهلوتك تبقى إيجابية زي كده، ما تبقاش فهلوتك دلوقتي 3 ورقات وخدها دلوقتي يا بيه هي ضيقة بس هتفك في رجلك. أبر أنا شاري واحدة جديدة ليه؟ علشان مش تفك في رجلي، عشان انا اللي قديم مضايقاني. فالفكر بتاع هتفك في رجلك وفكر يلا والخواجه جوني والاجنبي لازم نضحك عليه، كل الافكار دي بجد لازم تو بي كيكت اوت، لازم تاخد شلوط يعني كيكت اوت كده، تتركل تاخد شلوط بالمعنى الاصح كده بره دماغنا كلنا كمصريين. السايح مش مستر جوني بتاع الافلام الابيض واسود اللي الرقاصه بتضحك عليه وبتسكره وبيلبس طاسم اللي بنعمل فيها بيض فوق دماغه في الافلام ديت، وبعدين الفدائي اللي مصاحب الرقاصه ينط من فوق البيت ويضربه بخنجر بلاستيك فيموت، ايوه بصوت عالي قوي ويموت يقع في الارض بطريقه مبالغ فيها. ده مش جوني،
وده مش العسكري الانجليزي، ولو كان ده العسكري الانجليزي يبقى انت تروح ترمي نفسك في احسن حته واوحش حته، لان الاسكان ده احتل لك 72 سنه اللي سكران طول النهارده على حسب الفيلم. خليك تاريخيا اظبط، في غلطه اكتبها، كان في وقت وهن وضعف اكتب ان كان عندك وهن وضعف، كلنا لازم هيبقى عندنا وهن وضعف. امريكا لما كانت على الطب بتاع الهرم اتضربت بابسط الاشياء، انت وانت حاسس بوثوق كبير جدا طيارتك حصل فيها اللي حصل، قول انا اسف زي ما انا قلت في الاعلام، انا بالاسبوع اللي فات قلت كده في الاعلام، قلت احنا ليه وقعنا كلمه انا اسف من قاموسنا، دي كلمه هايله، دي كلمة تحفة، انت عارف الكلمة دي معناها ايه؟ لو كان اثبت بقى ان فيها قنبلة، قنبلة دي كذا، وانا عندي مشكلة في امين الشرطة اللي واقف اللي هو اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، طب الحمد لله على السلامة يا بيه، انا عندي مشكلة في ده، وكلنا عارفينها، واجه، انما الدماغ تحت في التراب وانا كل حاجة قوية والعالم كله مؤامرة وبتاع، وهو العالم كله لما يبقى عامل معاك مؤامرة ما يعديش اف 35 فوقيك 3 4 قنابل كده خلص، لو كان عايز يخلص عليك، ليه يعني الخطط دي كلها؟ ما يعدي لك طيارتين فوق ميدان التحقيق ويخلص، مش كده؟ لا هي مؤامرة عالمية ولا هي مؤامرة مهلبية، هي انت مش عارف تقول انا اسف انا عندي غلطة انا عندي وهن في الحتة دي. اول اسلوب واول طريقة لعلاج الحل لعلاج المشكلة انك تقول ان في مشكلة، بيسموها كده to recognize the problem to acknowledge the problem، تعرفها تقول انا عندي مشكلة وبعدين نبدأ نحل كلنا مع بعضين. انما انا كل حاجه انا حضرت 16000، هم بيقولوا 7 انا هقول حضرت 16000، ولا فايده ولا فايده من ال 123 محاضره انا عملتها لكم ديت لو ما كنتش انت تطلع من المبدا بالمبدا مخك متغير، وازاي هتعرف تستفيد بالكلام انا بقوله لك دلوقتي عشان مستقبلك. لكن كلمتين تاريخ وافتخرت بنفسك ورحت ده جميل، بس ازاي هتعرف تو براكتس ده بقى؟ خلاص ليه ما عملوش الاهرامات كلها في مكان واحد؟ سيمبلي لان العواصم اختلفت، العواصم اختلفت، كان في عاصمه في منف، كان في عاصمه في اهناسيا المدينه في بني سويف العظيم، بني سويف هي العظيمه. للاسف انا جالي تليفون من شاب جميل بيتصل بيا بيلطم في التليفون بيقول لي الحمير ده جوه ركنه والمعيز ركنه جوه الاثار يا استاذ بسام الحقنا. شاب جميل في اعلام اخبار اليوم، حاجه في اعلام اسمها اخبار اكاديميه اخبار اليوم، حاجه فل، ولد شاب زي الفل ما اعرفوش، اتصل بقى مش جاب نمره تليفوني منين، الحقنا يا استاذ بسام قلت له تعالى هات لي الصور وانا تاني يوم في اطلع في الاعلام اكسر الدنيا. انت بتقول لي يا بسام طب وانت لسه فيك نفس ما بيسمعكش؟ هقول لك اهو لو انا من العشرة بيسمعوا مني واحد ماشي ماشي ما عنديش مشكله في دي، بس بعمل اللي انا بعمله كمواطن مصري. اما ليه غير العواصم؟ لا دي قرارات سياسيه. انت يوم الايام اسكندريه كانت عاصمه العالم مش عاصمه مصر بس، صح؟ كل العباقرة كده، كل العباقرة هنعمل ايه؟ كل العباقرة بيجوا اسكندرية هنعمل ايه؟ لا ما دي لازم اسمع فيها تسقيفة بجد. يعني تسقفوا لرمسيس الثاني ما تسقفوش. طيب نخش على الاسئلة اللي وراها على طول عشان الوقت. في يوم الثلاث 17 بجيت الاهرام ملحق عن روسيا بيتحاكم من متحف الارميتاج، برافو. يقول الكاتب ان تمثال سخمت بالمتحف يسمى المتعطشة للدم، تمثال سخمت مسمى هناك في المتحف ده المتعطشة للدم، ويقال عنها قصص مرعبة إنها تظهر عند ركبتي الآلهة ببركة من الدماء. رسالة تمام ماشي يا عم أبو علي، أنت حتى أسئلتك جميلة وأنت جميل. طيب بصوا يا جماعة، مش لازم تكتب اسمك لو أنت مش عايز، متحف الأرميتاج روسيا. هي بتضحك. طيب عندنا زميلة جميلة من المتطوعات اللي يعني لهاليبو تحفة، سافرت روسيا قريب يعني من شهر ولا محاكد كويس، وهناك حاولت مع زملاتها وبتاخد أخبار من زملاتها ودي راحت الرحلة ودي بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الرحلة، اكتشفوا إن الجزء المصري اللي في الأرميتاج أحواله كانت عاملة إزاي، يا اما المتحف يبقى القطعه المصريه مقفوله يعني، يا اما الجزء السكشن بتاع الاثار المصريه مغلق عشان بيترمم، يا اما ما يتقالكش عليه اخبار. ده الكلام اللي وصلنا من متحف الارميتاج من حوالي شهر شهر وي. الكتاب بتاعهم ما فيهوش حاجه عن، برافو عليك احسنت، الكتاب ذات نفس الكتاب اللي هو تملي. انا بسال اصحابي لما يسافروا بره يقولوا لي بسام عايز ايه، اقول لهم هاتوا لي كتب المتاحف الكتاب مش السي دي، عايز تهديني هديه حلوه هات لي كتاب من متحف في اي حته في الدنيا
حتى لو ما فيهوش مصري، عشان ده بيديني انا ايه البلاد اللي انا ما رحتهاش. طيب فايه حكايه الروس معانا في الاثار؟ مالناش دعوه بالحاجات التانية. في الاثار ليه قافلين السكشن؟ بيرم ماشي، تعظيم سلام بيرم. طيب والتانيه؟ التانيه ان انت ايه، ان انت ليه مش عايز تقول اخبار؟ وليه المرشد يقول للمجموعه مش هيقولوا لكم حاجه هناك؟ بوشكن فاين ارتس ده في موسكو صح؟ ده الهرمتاج ده في سان بيترسبرغ، لكن بوشكن فاين ارتس موجود برضه. وده ايه؟ الاثار هناك معموله حلو ومعروضه كويس؟ بس برضه ما قالوش المرشد، لو هو ما قالناش المرشد ما قالش يعني. هو قال لنا بس ما هو قال لكم، ما حدش تاني هيقول لكم. ما انا بقول لك بس ده كان شغال. ايوه بس طب وليه مش هيقول لكم؟ يعني ايه السر في ده يعني؟ يا اما هو مش عارف. وانت احنا مش صورنا في الشوارع هناك في اثار مصريه في الشوارع على نهر النيل؟ ابو الهولين اهو، قعدت اقول لكم ابو الهولين من 96 وانا بقول لكم في ابو الهولين اهو، طلع في روسيا ابو الهولين، مش عايزين يطلعوا في جيزه ابو الهولين، قد في روسيا طلع ابو الهولين اهو. طيب فاذا لا في حاجه، في حاجه على فكره يا جماعه، في حاجه لذيذه قوي اسمها الغيره الحضاريه. انت مستغرب ليه؟ انا ما بقولش الروس كده، لكن انا بقول في كده في حاجه اسمها الغيره الحضاريه، بحضاره غيرانه من حضاره. هتلاقي عشان كده انا ببعد تملي عن نظريه المؤامره، لما تبقى البلد اللي قدامي يا اما متقدمه قوي قوي يا اما عندها حضاره قوي قوي قوي، اقول هم مش محتاجين يعملوا مؤامره، الا لو بقى هم عندهم حاله نفسيه دي حاجه تانية يعني، بقى مختلين بقى حاجه مش مظبوطه في الدماغ يعني. لكن غير كده انا مشهور. عشان كده انا لما بروح اي حته انا واثق. انا حالي دلوقتي حال، واخد بالك؟ لكن لما تيجي هتكلمني عن تاريخي وعن جذوري انا واثق، ما عنديش مشكله. اوكي، فدي من ضمن الاسباب اللي تخليك تفكر ليه هم اختلفوا لاختلاف الاماكن واختلاف القرارات. كان في كده ايه السؤال. طيب استاذ بسام، احييكم على انك انت ارفع موسوعه مع بعض عند اقتراح جمعيه اصدقاء. بس هو هنا الاستاذ محمد عامل اقتراح، في حد الشاعر الاستاذ الشاعر محمد عنده اقتراح، ان هو بيقول يعني اشكرك على الكلمات الجميله اللي انت كاتبها، هو عايز ياسس جمعيه اسمها جمعيه اصدقاء بسام الشماع لسياحه مصر الحبيبه وقيامها بالتواصل مع بقيه الشعب المصري والاجنبي حسب اللغه المتاحه. دي فكره هايله، وانا على طول يعني انا من امبارح ولا اول امبارح في الشغل في نيو جينيريشن انترناشونال نيو جينيريشن، كانت الفكره عندهم فكره شبيهه شويه بحاجه زي كده. هم بيكلموا بقى على الاطفال وعايزين يعملوا حاجه حلوه، فكره جميله قوي اسمها بسام الشماع تيم. ايه بسام الشماع تيم ده؟ هم عندهم 140 طفل في الانترناشونال سكول دي، وهم عايزيني انقي بالانترفيوز 15. 15 دول هم بيزيكلي كده في جمله واحده عايزين يطلعوا 15. ده الكلمه اللي اتقالت لي، عايزين يطلعوا 15 بسام. قلت لهم ليه؟ ده واحد وخرب الدنيا، عايزين تعملوا 15 ارحموا نفسيكم، ده اللي هو مشتاقنا. لا اعملوه حد تاني، اعملوه سليم حسن، اعملوه حد. فكانت حلوه كلمه حلوه. هي طبعا الفكره ان ايه، حب بلدك رغم كل الظروف بتاع الشباب طالع من غير كينونه، من غير ما هي، من غير كذا، من غير ما هي يعني، مش غير ما هي، ما في الف، من غير كينونه يعني، هو من غير اثنين صح، برافو عليكم، الاثنين مش موجودين. طيب فالمهم ايه الفكره؟ الفكره احنا عايزين نزرع في دول ويبدا ان هم يروحوا ياخدوا مني المعلومات والطريقه بتاعه العرض وكذا، وهم يروحوا المدرسه للاكبر منهم والاصغر منهم في الفصول يقولوا لهم المعلومه. يعني تبص تلاقي وانت في الفصل كده يروح داخل لك شاب كده او شابه كده عندها 12 سنه او 10 سنين واللي قاعدين في الفصل، جيف مي 10 مينتس اوف يور تايم، ادوني 10 دقايق من وقتكم، خلينا اكلمكم على هرم خوف. فيبدا يبقى عنده سكيلز بتاعت البرزنتيشن، يبقى عنده التنميه البشريه اللي انتوا بتدوروا عليها بتروحوا تحضروها للمحاضرات، ويطلع وهو عنده 12 سنه ما عندهوش الخجل او الكسوف، وبالتالي يبقى شخصيه هايله لما يبقى 16 17 سنه. ادي فكره ايه التيم بسام الشماع تيم. فشوف دي ناس بتفكر ازاي، ده فكر حلو، ده بيحصل في مصر الكلام. فانا معاك ما هذه الفكره، اي حاجه انتوا هتطلبوها مني في الجمعيه ديت انا موافق عليها. عايزين محاضرات، عايزين ان انا نقعد نلف في السياحه نكون الناس، انتوا بقى عليكم بقى الفيسبوك والحاجات بتاعت التكنولوجيا دي، انا راجل قبل الميلاد، انا راجل بتاع قبل الميلاد، ما تسالنيش في فيسبوك وما فيسبوك، هم اللي ماسكين الفيسبوك والشباب اللي هو شغال ده خلاص. فانا معاك، ونمره تليفوني او الفيسبوك بتاعي هتبقى مع حضرتك. طيب
Quite a good number of people have in Egypt believe that the source of this attitude existing now days in Egypt. Oh, that's yours. Oh, they don't inherit them from their ancestors. الفكرة إن هو did he inherit it ولا did he not؟ تمام. إن ده مش بتاعنا. حضارة ملاش دعوة بينا. بيقولوا انه دول بؤساء وانه كن بتوع مجتهد. بص يا جماعه السؤال ده ديب قوي ومهم قوي. انا بشكرك يا دكتور على السؤال ده، سؤال حلو قوي. احنا حضاره بؤس وموت ولا حضاره فرحه وسعاده واحتفال بالحياه؟ اللي شاف فيكم الحلقه بتاعه النكته في مصر القديمه السبت اللي فات، النكته في مصر القديمه باللغه الانجليزيه في نايل تي في، أو تخش تشوفوها على اليوتيوب، عملنا محاضرة كاملة اسمها النكتة في مصر القديمة عشان أثبت الجملة دي بالظبط، إن دي ما كانتش أبداً حضارة موت. هقول لك أسباب بسيطة جداً بدون دخول في محاضرة، لأن النكتة في مصر القديمة دي كانت محاضرة هنا لمدة ساعتين زمان هنا على نفس القاعدة دي. مين الشخصية اللي بتحط كاريكاتير من حوت وكوميكس، حد بيكلم حد بالهيروغليفي وبيعملوا نكت وبيعملوا سخرية، ها؟ في مقبرة. المقبرة دي بتاعت لا ده انت فقري بقى، ده انت فقري وبتحب الضحك بقى، ده انت بتضحك جوه المقبرة، ده انت لما ده يعني انت لما بتضحك شوية، ها؟ صحابك بيقولوا لك ايه؟ لان انت بقى عمال يا عيني في موروثك تحط ان ايه؟ لو ضحكت كتير بكره هيحصل حاجه وحشه، لو كهكه مش عارف بتاع ايه، يا راجل ده حتى بانت نواجزه ولا ايه؟ مش حتى بانت نواجزه صلى الله عليه وسلم؟ مش كده ولا ايه؟ وكانت السيده عائشه رضي الله عنها كيف كان رسول الله، ما معنى الحديث؟ كان بساما. انا بقى فرحان لدي قوي، انا سعيد قوي قوي قوي. انا نمسك فيها دي، نمسك فيها وانا ما سيبهاش ابدا. يا سلام عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى إذن مهم ان احنا نعرف، دي نمره واحد. نمره اتنين، كاريكاتير ساخر. انا معايا حاجات احد المتطوعات مصورها لي دلوقتي بس مش هطلعها لكم في نفس السؤال ده، بس عشان تيجوا المحاضرات اللي جايه عشان ما احرقهاش هنا في الكيس ده، تبين لك بس هيروغليفي هتعرف تقرا ازاي. ف الحارس اللي واقف على البوابه وتعبان من الشغل فرسم بوابة معبد رهيبة والحارس واقف وعامل كده، خلاص دي فيها حتة الملل، حتة حتى ده خلاص زهق تعبان مفيش حاجة جديدة في الحياة فرح ساخر من دي. ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة، حارس بعصاية وعيال والأم الكبيرة ماسكة قارورة وبتشرب منها، دول عاملين بيكنيك، الأم جايبة عيالها وشرب بقى وحاجه خاص بقى، احنا بقى بعد كده بقى خاص ونلعب بقى كوره وبتاع كويس، وجم قربوا على المعبد طلع عليهم بالعصايه حارس المعبد، العب بعيد يا حبيبي، المنظر كده بيلوح لهم بالعصا والام واقفه له كده والولاد ايه بيجروا. دي لقطه من الحياه، دي لقطه ديلي لايف، دي حاجه من الحياه اليوميه بتاعت المصري القديم. ده ما كانش طول عمره قاعد يبني في هرم، ما كانش طول عمره عمال يوقف في مسلات، ده كان في عياله وفي كان عيال لذيذه وكان في عيال غلسه. ايوه، والعيل الغلس اتحط في نكته في مقبره انه رايح وماسك في ايديه قاروره او اللي احنا بنسميها دلوقتي سلطانيه، وراح الاثنين بيشتغلوا قدام الفرن بشكل جامد جدا، حطوا لي حبه مشروب من اللي انتوا بتعملوه، زي ما انتوا شايفين انا فقير. ده الكلام اللي بالهيروغليفي فوق، كان في كوميكس، كان في مجله انت بتشتريها. وبيرد عليه بيقول له الدنيا نار طالع عليا، انا عمري ما اشتغلت في سخونيه زي دي، العامل بيشتكي من الشغل القاسي الصعب بتاعه وانت جاي ما معناه على البروم روم ايه تقول لي هات شويه من اللي انا بطبخه. انظر الي انا فقير. الرسام المصري القديم العبقري رسم الولد ببطن كبيره بكرش، يبقى ازاي فقير بقى وازاي جعان وازاي مش لاقي تاكل واديني ومش عارف انا فقير وبتاع. هو ده الولد الغلس اللي في الاشاره هنا، اللي هو ممكن لو مفيش فلوس هياخد جزمتك شرابك، ممكن لو عايز تتخلص من مرات يعني اي حاجه.
ايوه بالظبط كده. طيب حكايه يعني يخليها لك يا بيه ده، طب افرض انا عايز اطلق مر... يعني فاهمه ازاي؟ مش هدي لك يعني، شوف حاجه تانية ممكن تقولها. حلوه، يبقى ده الكلام عندنا. فاذا لا، احنا حضاره فرحه. على فكره احنا اول حضاره في الدنيا حطت كلمه حب، حب حاء باء بكسره، اكسر الهيروغليفي زي ما بيقولوا لنا. خلاص، حب بالهيروغليفي يعني عيد. عندنا ملك اسمه الصقر في عيد، الصقر، الملك كان الصقر، ماشي مفهومة دي. الصقر في عيد، في بالهيروغليفي يعني ام حرف الميم اللي هي البومة، ده في ان بالانجليزي. حر اللي هو حورس اللي احنا كلنا عارفين، حورس ده اليوناني، حر هيروغليفي، حر قبطي. يبقى عشان تعرف هيروغليفي كويس ذاكر قبطي، وعشان تعرف القبطي كويس ذاكر ديموطيقي اللي هي كتابة الشعب في مصر القديم، وعلشان تذاكر عربي كويس ادرس كل دول. هتقول لي فيه، هقول لك كلمة يم بالهيروغليفي يعني جسد مائي. ازاي الحال؟ يم كده هو تتكتب كده، يم يا ميم. القيه فيه في اليم، انا مامة سيدنا، والدة سيدنا موسى عليه السلام. يا سلام، شوف الكلام، شو يم يم. لا ده انت عندك خشيم، ده الراجل ده كان رئيس المجمع اللغوي الليبي، الليبي عمرك شفت؟ عمل حتة كتاب اسمه البرهان، اتكسحنا علشان نجيبه، وكلمت مين واصحابي ومتطوعين وراحوا جابوه من الكتكات في حتة كده اسمه البرهان، 900 صفحة. هشوف لك بقى هذا البرهان، راجل عجيب، راجل عجيب، وبيقول حاجة مش هتفرحكوا بس أنا فرحان برضو، لأن أي حاجة ليها علاقة بحضارتي بفرح حتى لو مش ماشي على مزاجي. هو بيقول وبيثبت إن العربي هو أصل الهيروغليفي. تنا عندك يوترن يا باشا، لف وارجع، هي دي اليوترن، هي دي اليوترن. خلاص، هو عمل يوترن ورجع، ضد اللي أنا حبه، ضد اللي أنا حبه. جميل، عامل حتة شغل كده، موافق في بعض الحاجات، يعني أنا لسه في النص، أنا شخصيا لسه في النص، ما عنديش مشكلة، ولو وفاتح لنفسي البواب ومش قافل، ولو الفينيقيين هو أول من اخترع الكتابة والألفابت اللي هي الحروف الهجائية يعني، لأن لغاية دلوقتي هم الفينيقيين، أنا موافق. وجود لك لللبنانيين إخواتنا برضو، وبالذات اللبنانيين، انا عايزهم يبقوا حاجه في الحضاره. او في احلى من اللبنانيين في الحضاره؟ قصدي مفيش. ايه قصدكم يعني؟ ايه قصدكم؟ ايه النظره اللي في عينيكم دي يعني؟ طيب يعني انا قصدي اقول لك ايه، في مدينه في لبنان بالذكر للذكر شيء شيء اذكر، اسمها الجبيل، الجبيل يسموها كده. جبيل دي كل اسمها بابلوس بالانجليزي، وقيل ان بابلوس لان كان فيها ورق بايبل، بابلوس اهو. ف جوبيل دي كل ما تعملي كده تلاقي اثار. جوبيل دي عجيبه، جوبيل دي كم اثار غير طبيعيه. جوبيل دي اللي انت كنت بتسافر لها من 4000 5000 سنه عشان تجيبي خشب الارض عشان تعملي بيه الاساطيل بتاعتك. عشان كده زميلتنا مدام لونا لما ربنا اكرمها وسافرت، عايز ايه يا بسام؟ قلت لها عايز كتب عن جبيل. خلاص، جابت لي 3 4 كتب عن جبيل. ايه جبيل؟ كل جبيل وجبيل قد جبيل. خلاص، ربنا يبارك لها يا رب ويرجعها بالسلامه. ف الكتب دي تفرها تبص تلاقي اثار من عصر رامسيس الثالث، رمسيس الثالث صاحب اكبر اسطول في تاريخ مصر، في جبيل. كان هناك حتحور في جبيل. حتحور كانت بتتعب، ده حتحور دي كوزمو، ده حتحور دي طلعت دولية، حتحور دي عالمية، دي بقى لا تقولي لي موناليزا ولا الجن صحيح على رأيك. حتحور، حتحر دي، هذه رمز الجمال، رمز الغنى، السينجينج اهو، الفرحة سينجينج، رمز السيدة المرأة، الولادة، الحمل، الحب. كانت حتحور اتربت الحب الاسطوريه، عشان كده فيله، فيله الرومانسيه بقى وبتاع،
فيلة حطحور. عشان كده هي دي اللي مامت إيزيس لما حورس قتل وهزم ست عمه الشرير، كانت من ضمن جوائز الأم لابنها إنه أخذ طربه حجوزك البقرة، ودي أكبر جايزة يحلم بيها أي شاب مننا في مصر، إن أنت أمك تجيب لك بقرة تتجوزها. ولو بصيت في الحضارة ولو بصيت في الحضارات الخايبة بتاعت إنجلترا يقول لك أوه the old cow، يتكلم على مراته بشكل وحش فيشتمها يقول لها the old cow البقرة العجوز. ودي لا، تعال شوف أنت بقى ارتقيت إزاي، لأن البقرة أنت مش مروح شكلك ولا أعرفك أنا كنت بدي محاضرة في الأوبرا مش هنا النهاردة، ده فوتوشوب اللي أنتوا شايفينه ده، أنا فوتوشوب عمرو مصطفى كله فوتوشوب، اللي في التحرير فوتوشوب، الملايين فوتوشوب، خلاص. فأنت تتكلم عن حطحور البقرة الجميلة ذات العينين ذات الرموش وذات شعب إيه وبتاع، يجي بعديها بخمسمائة مليون سنة رمش هذا الجاموس النهري والنهري والجاموس اللي هو بيسموه الووتر بافلو، يسموه كده يعني الجاموس المائي اللي هو الاسود اللي انتم بتشوفوه طالع من الترع ده ماشي بالراحه ده، بص بقى العينين وبص بقى الرموش اللي طالعه دي. فتيجي بقى الستات بقى في الخمسينات والستينات يخترعوا بقى المكانس اللي بيحطوها في عينيكوا دي والماسكره، ولا التاني اسم الرموش الاصطناعيه دي، لا الرموش الاصطناعيه علشان تكبر رموشها. ليه الست بتكبر رموش؟ اصل ده بيجملها. ايوه ليه بيجملها؟ ما احنا بنشوف المذيعات كل واحده فيهم حاطه هوفر مش مكنسه، هوفر في عينيها حطوش. ايوه انا ببقى على بعد مسافه عشان هي لو غمضت عينيها وانا معاها على الهواء ممكن تجرحني في وشي، وساعات بحس انها طالعه فوق الارض شويه على اساس بتستخدمهم كاجنحه، يعني ليها استخدامات اخرى يعني، خلاص. فقال لك دي علشان هي عايزه تحاكي عين البقره او الجاموس المائي، واخد بالك؟ كله لغايه دلوقتي اللي ما بيعرفش بيلبسوها وبتقع منهم على الهواء منظرهم بيبقى مشابه، خلاص هي حاجه مرعبه. هم بيعتقدوا انها حلوه ما اعرفش، والبنات لما تيجي تخطب بيتحولوا للبلياتش، يعني شوفي البنت وهي مخطوبه شكلها وحش قوي قوي، ايه يا ماما اللي البلياتشو اللي انت عاملاه ده يا ماما؟ شيلي يا ماما كل الكلام، انت بجد احلى بكتير، انت احلى بكتير من غير كل البلياتشو ده، لا مرعبه مرعبه. واللي شايله كل حاطه خط، يعني انا اصحى الصبح ما لاقيش خط هنا، يعني انا بعد الفرح انا شايف هنا فرح اسود قد كده هنا حاجه، يعني امبريلا حطاها هنا شمسيه حطاها هنا، اصحى الصبح ما لاقيش حاجه هنا خالص، ده من حق اطلق ده يعني ده قانونا شرعا من حق ان انا واخدها بحواجب، اصحى الصبح من غير حواجب، يعني هي لو صحيت الصبح مثلا لقيتني مثلا نص شعري مثلا موجود نص شعري مش موجود ده يعمل لها ايه؟ فإذن الجمال اهو، الفرحه، الحب، الغناء، الانشاد، كل ده كنت انت في جبال رب اسطوريه بتاعته. يعني انت متخيل يعني ايه لما تحب اللبنانيات في وقتها يقولوا انا جميله وجذابه، انا جميله وجذابه زي المصريه، اللبنانيه تقول انا جميله زي المصريه، من 4000 سنه الكلام ده، ليش ده؟ ما انا مش انا اللي قلتها، مش انا اللي قلت الجمله دي، انتوا بتودوا نفسكم في داهيه، ماليش دعوه بيكم. طيب اذا ده الحل، لا احنا عندنا حرق محب، حورس او الصقر في عيد، وحرق محب ده اللي احنا بنسميه حور محب. طب حور محب مش هو بقى الصقر في عيد؟ ده راجل محتفل طول عمره، ده اي واحد بيقول اسمه يبقى عيد. ازيك يا حور محب؟ عيد، لان هو بيقول له انت الصقر في عيد، بيفكروا تمام ان انت في احتفاليه، اسمك كده لقبك كده. فحرم حب ده بقى يا جماعه، انت تقول بقى ده راجل بقى عايش بقى ومع الحريم وقاعد بقى الافلام بقى بتاعت اللي هي بقى هوليوود بقى ومش عارف ايه، وانت قاعد بقى اخر فلالي ومتجوز حريم ومش حريم ومش عارف ايه، خلاص. دعني اقول لك ان حرم حب هو صاحب اول دستور في تاريخ الامم، وهو قبل حمورابي، ودستوره كان من 10 اجزاء، من 10 بنود اف يو لايك يعني، او مواد لو تحبي، وخمسة من المواد يعني نصف الدستور كان على القضاء. ازاي القضاء؟ وازاي لو انت قاضي فاسد؟ وازاي لا انت عشان ما بتحضرش كتير لسه مش متعودي على التبريئه دي خلاص. وازاي انت قاضي فاسد فيحصل ايه بقى؟ الذين يجتمعون داخل القاعات، يعني اللي بيروحوا يعملوا في القاعه بتاعت المحكمه كده على الجنب كده، اعدام. ده قانون حرم حد، قاضي فاسد يعدم.
انا بقولش تطبق دلوقتي والا لكن انا بقول انا بقول ده دستور اتحط من 3000 وي. وخد بالك حرم حب لم يكن ذو دم ملكي. يعني ابوه ما كانش ملك وهو انهارت او هو ورث الحكم وهو تم انتقائه. يعني الناس اللي ماسكين البلد وقتها لقوا ان الراجل ده كيبابل قادر على انه يقود البلاد. ولذلك في عالم اثار بيستغرب بيقول لك هو حرم حب رغم كل الغنى والسعاده اللي هو جلبها لمصر ما بناش لنفسه هرم ليه؟ ده كانت من ضمن الاسئله اللي اتسالت عن حرم حب. رغم ان حرم حب بيقول لك ايه مصر في سعاده، ده عنده نص بيقول كده مصر في فرح، هو بيقول كده في الكلام بتاعه. طب ليه يا عم حرم حب مصر في فرح؟ عشان سيادتك يعني؟ لا، لان الناس في امان. لخص لك القصة، جدك الكبير لخص لك قصة انت امتى تحس بالسعادة في بلدك. تحس امتى بالسعادة في بلدك؟ لما يبقى انت شعورك بالامان. وانس ان انت شعرت بالامان 6 اكتوبر 73، شوف انت كنت في حالة حرب ازاي. انا في اسكندرية وانا صغير كان عندي 11 سنة، كانوا يعدوا على والدي دكتور، يعملوا كده مصري الاسكندرية، يعدوا كده يحيوا بعض، وكانوا يقولوا له صباح النصر يا دكتور. كان بيتصبح على الناس بالكلمة دي، صباح النصر يا دكتور. انت متخيل ده ينقلك قد ايه انت من جوه حياتك ازاي في وقتها، رغم ان انت كنت لسه طالع من حرب واقتصادك منجل وعارف ان انت قدامك وقت صعب ومش عارف ايه، لكن مجرد ان انت كرامتك فوق يبقى ايه؟ يبقى مفيش اي مشكلة. انما فقر ومفيش كرامة، دول اللي ممكن يعملوا إشكالية، مش ممكن فور شور يعملوا إشكالية كبيرة. طيب عندنا هنا هوت ما هي الدلائل. خلاص احنا خلصنا السؤال ده، خلص الأسئلة خلاص مفيش تاني. طيب كده كل الأسئلة، يبقى احنا ما فضلناش غير نفتح أسئلة تانية. بس قبل ما نفتح الأسئلة التانية هنعمل بقى أسئلة، بس لو تسمحوا عشان لما نفتح الأسئلة بقى العامة هنعمل، لا بص حضراتكم احنا هنعمل نظام. انتوا عارفين انا بقعد بعد بره علشان بنسيب القاعه في الوقت، وبقف بره ساعات زي ما انتوا عايزين اجاوب على كل تعليقاتكم. فارجوكم النص ساعه اللي جايه دي مش تعليقات، ارجوكم ابوس ايديكم، مش لو تسمحوا اسمعوني كويس، مش تعليقات. التعليقات علق معايا بعد المحاضره عشان في بنات عايزه تروح، دي الفكره. علق معايا بره زي ما انت عايز. السؤال اللي عندك لو تسمح تسأله، ولو تسمح تسأليه في 30 ثانية. حلو كده النظام، عشان نمشي على النظام يا جماعة زي بلاد بره. يا جماعة نفسي كده أطلع من المحاضرة كده أقول أنا زي محاضرة المتروبوليتان وزي محاضرة لندن وكده. يبقى كده عندنا نظام. سؤال حضرتك كونسايز كده ومركز 30 ثانية تقولها سهل. عايز تعقب، عايز تعلق، عندك قصة عايز تقولها لي، أنا صاحب النفس الطويل بسيب يومي فاضي بعد المحاضرة تمام، ما عنديش أي مشاوير، فبقعد بره علشان نسيب المدخل هنا الناس تروح، وبقف بره الكل اللي عايزين يسالوا الاسئله. موافقين كده؟ حلو الموافقه. حلو الموافقه. قبل ما نبدا الاسئله، كل عام في السنين اللي فاتوا عندي عاده جميله محموده الحمد لله رب العالمين بانتقاء احسن المتنافسين في التطوع عندي، فبيطلع عدد كبير جدا جدا جدا. ففي منهم اللي ما بيبقاش عايز يتكرم if you like يعني، في منهم اللي مش عايز يذكر اسمه وده بنشكرهم، وفي ناس مش عارفين ان انا هختارهم فممكن تبقى مفاجاه بالنسبه لهم مش عايزين يذكر اسمه خلاص، وفي منهم ما عندكوش فكره ولا هتشوفوا الوش كتير حتى على الفيسبوك، لان انتوا عارفين انا في الفيسبوك عامل يعني حمله في ان انت ما تحطش، لو انت بنت ما تحطيش صورتك في الفيسبوك علشان بياخدوها وبيعملوا بيها حاجات مش لطيفة. ولما بدأت الحملة دي من سنتين ثلاثة جات لي واحدة من زمايلنا المرشدات قالت لي يا بسام أنا صورتي اتاخدت وتعمل بيها حاجات مش كويسة، عشان كده أي واحدة تتحط. نمرة واحد. نمرة اتنين، الفيسبوك فوق 30 فيسبوك في الفيسبوك دلوقتي بيحملوا اسمنا الحمد لله. أي واحدة منهم هتخشوها هتلاقوا التلفزيون والراديو والأسئلة والأجوبة والمحاضرات وبنشير بتاعت ساقية الصاوي لما بينزلوها، كل ده بتلاقوه في كل الفيسبوكس، لأن هم بياخدوا الفيسبوك اللي احنا بنشيره وبيروحوا ناشرينه على ال30 دول أو ال15 أو ال20.
خلاص. فدي نمرة أربعة. نمرة خمسة، أبوس إيدكم، بلاش تشيروا حاجة قبل ما تتأكدوا الكونتنس بتاعتها إيه، المحتوى، وبالذات التشير اللي مكتوب، اللي هو أنت بتشير على طول حاجة زي فريم، أصاحبي بيقلس، بيعمل سخرية، بيعمل نكتة، لأن خد عندك بقى، والنبي ما نعمل كده تاني، نكتة، بتدخل النبي عليه الصلاة والسلام في نكتة يا راجل، إلهي تروح ما ترجع يا أخي، ها 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 الناس تضحك، إلهي خد بالك، بنحب الضحكة، أكتر واحد حيضحكك وحيموت معاك برا الشغل أنا، شغلي كده، برا الشغل حموقعك من على الكرسي ضحك، ده أنا البسام، عايز إيه أكتر من كده، خلاص؟ لا مش قصدي، بس أنا إيه؟ أنا مش من نوع الغير، أنا من نوع اللي بفتح، لكن في الحاجات دي خدوا بالكوا، لأن أنت وربنا ما أنا عامل كده، أنت بتحلف المسرحيات طبعًا، ها روح انتطال بتاع الحاجات، فخد بالك وبالذات في النكت. وأرجوك الأستاذة إجلال، مدمازيل إجلال من كفر الشيخ، عاملة لكوا حتة حملة من إن أنت خد بالك النكت، وبتاخد النكت دي وبتحطها على حاجات بتجري، ها فتروح انت واخدها ومشيرها، تكسب ثواب في ان الناس تاخد بالها، لان في ناس مثقفه. النهارده كان عندي مناقشه مع واحده مثقفه جدا، بتقول لي ما بنضحك، انت بتعلمنا الضحكه يا مستر بسام. قلت لها بعلمك الضحكه حاجه، وان انت خدي بالك الراجل عمال يدعي دعاء في نكته فيها سخريه، عندك مليون نكته تانية ممكن تستخدميها وتضحكنا من غير ايه، من غير كده. اما بالنسبه بقى للشخصيه يا دكتور بتاعه الفرحه والكده، ده انت مش مصر القديمه وبس، تعالي انت عندك السلاح النكتة المشهور بتاعنا. قريت لك كتاب لصحفي شهير مش هقول اسمه، بيقول لك ان في ملف للنكتة بيتعمل وبيتقدم لرؤساء الجمهوريات. ده الكلام ده كان ايام ايه الكتاب ده اتعمل يا بسام؟ ايام مبارك. فكان بيبقى في ملف للنكت عشان الرئيس يعرف النكت اللي بتتقال في الشعب ايه، تخيل. فكان من ضمن الحاجات اللي هو رصدها بعد 67، بعد الايه؟ النكبة. بعد النكبة الناس كانت بتقول احنا كنا بنسمع احنا انتصرنا دخلنا مش عارف ايه واحتلنا هنخلص هنحتل تل ابيب، وطلعت طبعا عمليه فتشه في الاخر، فالمخ ما كانش موجود، الناس عماله تتكلم لسان طويل بس على الفاضي ومش عارف ايه. فرحوا في ثانيه الشعب المصري العبقري راح حامي النكته على طول بعد 67، ودي انا قلتها على الهوا الاسبوع اللي فات. ناصر وعبد الحكيم دخلوا مصمت، فالراجل بتاع المصمت جاب يقول لهم اؤمر، قالوا له في مخ، قال لهم لا في لسان بس. شايف الشعب المصري عمل ايه؟ لخص الدنيا كلها في نكته بجمله مختصره، دي العبقريه. ونجح انه في عز هذا الاحباط عرف يطلع منه بحاجه زي كده. السنه دي عندنا فتى مصر الاول، كان اخده زميلنا ربنا يمسيه بالخير مش معانا دلوقتي، اسمه محمد ناصر، كان اخذها سنتين تقريبا ورا بعض، وكان من النشطاء، وكنت مسميه الصقر، وكان هو على النت اسمه ذا فالكن، كان مسمي نفسه ذا فالكن، وكنا جايبينه تيشيرت عليه الصقر كده، وفعلا هو كان صقر فعلا، كان سريع جدا بسم الله ما شاء الله. عمل محاضره وعنده 21 سنه عن تاريخ الطب في بيت السناري، تاريخ الطب مش تاريخ الطب المصري، تاريخ الطب على مدار التاريخ، ابن ابي قصيبعه، ابن سينا، خش على الرازي، مش عارف ايه بتاع مصر القديم وهكذا، خلاص. واتكلم على بختيوشع، واتكلم على موسى بن ميمون، يعني ده 21 سنه، ورحت حضرت له في الصف الاول زي ما حضرتك قاعده كده، رحت حضرت له في الصف الاول كده وهو 21 سنه، وربنا سبب الاسباب وقدمناه للتلفزيون والراديو، دلوقتي بقى نجم بسم الله ما شاء الله، 22 23 سنه نجم. ده من افرازات هنا ومن افرازات المحاضرات بتاعت الشعب المصري، في حاجه حلوه، فيها حاجه حلوه، فيها حاجات حلوه ده. خلاص، بس ما ينفعش ابقى بطلب من الناس يمشوا في شوارعها ويشربوا من نيلها، واروح اجيب الفيزا بتاعت امريكا عشان اجيب البيبي بتاعي في امريكا، ما ينفعش. فعشان اصدقك، اصدق صوتك الحلو ده، وصدق الأغنية الجميلة دي، لازم ما كنتش روحتي عملتي الحركة بتاعة أن أنا عايز أخلف في أمريكا. عايز أتخلفي في أمريكا، شايفة أن الطب هناك أحلى، شايفة أن الطب عندنا هنا منهار، وعظيم سلام، عنديش أدنى مشكلة، أنا راجل اشتغلت مع الأجانب فوق 20 سنة، تعلمت منهم، نص مكتبتي من الإنجليز والأمريكي، عندي أدنى مشكلة،
عنديش ادنى مشكله. انا عندي مشكله مين بيحبني ومين شايل حضرتي فوق دماغه وبيجري بيها في كل حاجه. طيب فدي نمره واحد. فاخذها نور مثلا، نور من البحيره، اخذتها يمكن 3 سنين بسم الله ما شاء الله، وهي فتاه مصريه على اعلى مستوى، حاجه جميله عظيمه جدا. السنه اللي فاتت اخذتها كانت الاستاذه نيفين والدكتوره اللي ما بتحبش تذكر اسمها. وكان مين اللي اخذها السنه اللي فاتت من الشباب؟ ياسر واسلام وياسر عبد الحميد، اخذها سنتين وحاجه. يعني عندنا شاب زي الفل. كويس، السنه دي احنا علقنا بتاعه فتى مصر الاول، مفيش جايزه معلقه، لان البنات كسبوا باكتساح. 2015 البنات كسبت باكتساح. يعني ايه باكتساح؟ يعني مثلا انا عايز حاجه تتم كمان يومين، مش ببالغ يعني، فببعت الحاجه دي، حاجه في صالح العلم يعني، فلاقي في خلال 15 دقيقه اوال جايالي لغايه اوضه مكتبي في البيت جاهزه. لو كانت حاجه على النت اتعملت خلاص، لو كانت حاجه تتسلم قدام باب بيتي بتتسلم، برضو حاجه ليها دعوه بالعلم والثقافه، وكبر ورق وصور مش عارفين واعمل ايه وشوف الكتاب ده ومش عارف. عندنا احدى المتطوعات اخذت مني كتاب قريته، صلحته، حطيت له التشكيل باللغه العربيه، لان انا ما بعرفش اشكل باللغه العربيه، انا وحش في العربي للاسف. خلاص راحت المطبعه، طبعت الكتاب، طبعت الغلاف، حطت الكتاب، استلمته، حطيته في عربيتها، سلمته تحت بيتي. انا حاطط اسمي على الكتاب ده ليه؟ انا مش حاجه في الكتاب ده، انا ما عملتش حاجه في الكتاب ده خالص، انا بس كتبته وكتبته غلط كمان، يعني هم صلحوه في العربي كمان. فانا قصدي اقول لك شوف هو ده كان بيحصل كده. فابدا ما نبدا، احنا النهارده في شهر نوفمبر، خلاص كل سنه وانتم طيبين، 2015 بتقول لنا باي باي، و2016 بتفتح لنا دراعها عشان نخش بقى ونعمل انجازات اكتر. انا مبسوط قوي من 2015. في ناس كتيره شافت ان فيها احباطات كتير، في احباطات كتير، بس انا بقول ان 2015 بالنسبه لي انا كبسام الشماع هي سنه، سميتها كده سنه الانتصار بالنسبه لي انا في اللي انا بعمله في حياتي في ال 30 سنه اللي فاتوا. سنه 2015 سنه الانتصار، كل اللي احنا ربنا اكرمنا بيه في الماضي اتجمع كله في لحظه نصر كانت في 2015. ده بالنسبة لي، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد. حصد الثمار حصل في 2015 بشكل اضربي في 100 من اللي أنا كنت متوقعه، كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. أدي حالة. الحالة الثانية صعب إن أنت تنقي بقى. ففي ناس مش يعني قالت لا أنا عايز أبقى في الظل، تعظيم سلام أنا بحترم، هما شغالين زي الفل. وفي ناس شغالة والجوائز بتاعتها ما بتبقاش في البابليك، برضو تعظيم سلام مفيش مشكلة، هي مش جوائز، هي بتبقى كتب يعني، برضو مذاكرة يعني، مش هتاخد جايزة تعمل بيها مش عارف ايه، مذاكرة هتذاكر برضو، هتذاكر برضو وتعمل بحث وتسلمه لي وحاجات كده يعني. فدعوني أسلم وأقول بجد شهادة تقدير إلى فتاة، هما اتنين الحقيقة، فتاة مصر أول واحدة سنة 2015 الآنسة إجلال من كفر الشيخ، جت مخصوص النهارده. إجلال دي شهاده التقدير بتاعتك، و طب ثانيه واحده، لسه ده إجلال هتشيل نهضه ويراجع كفر الشيخ. مجموعه من الكتب والمقالات والكتب من تاليفي ومن غير تاليفي، بابا هيشيل النهارده يظهر كده. دي الكتب اللي حضرتك هتذاكرها. واخيرا يا اجلال، داخل هذا الانفلوب في حاجات جميله، اجلال يا جماعه جايه مخصوص من كفر الشيخ، هي مش عارفه اي حاجه النهارده، قلت لها تعالي احضري المحاضره. و في واحدة جاية بقى تقيلة، والشخصية التانية الجميلة اللي كانت وما زالت على أعلى مستوى في الديديكيشن، خدوا بالكم الناس دي ساكنة بعيد جدا، الناس ديت بص يا إجلال آخر حاجة دي يا إجلال، تعالي إجلال هنا لو تسمحي جنبي.
دي نشان مكتوب عليه انت متفوق. كويس. النشان ده انا جايبه من القدس. ومن القدس ايضا يعني من عند من جنب المسجد الاقصى كده. وقبة الصخرة ايضا داخل المسجد الاقصى. مبروك. الشخصية التانية لو ناخدوا الأسئلة. مرسي يا محمد أشكرك. طبعا أنت متخيل هنا بقى ألماس بقى و... كتاب وحياتك كتاب برضو مش فايدة. هو فعلا كتاب بالديزاين بتاع الأويرنس الأستاذة الآنسة فتاة مصر الأولى الاثنين مع بعض هي وإجلال الآنسة نيفين. تفضل يا نيفين. مبروك مبروك ألف مبروك. واللي ما يعرفش نيفين في حاجات كتير قوي قوي نيفين عملتها وفي حاجات كتير قوي إجلال. انا باخد بس حاجه من اللي عملتها. نيفين في يناير اللي فات سافرت باريس وصورت لنا المسله واكتشفت كسور احنا ما كناش نعرف عنها. الفرنسويين مكسرين المسله ودي الصور اللي وصلت للاتحاديه في لقائي مع مستشاره الرئيس للامن القومي. قلت لها الصور دي وكبرتها لي ملونه وحطيتها جوه انفلوبس وسلمتها لي قدام كده. وانا ما بعملش حاجه. انا بجد وسط كل العظام دول والعظيمات دول انا ما بعملش حاجه. انا حتى بطلت اشاور كمان يعني بطلت اشاور بايديا كده. انا بقى اللي في النص بقى المرسال يعني انا بقى البريد. فانا عايزكم كلكم يعني ده شباب ما حدش راح قال له خليك متطوع معايا هم اللي جم. فلما تجد في نفسك ده لما تجد في نفسك ده تعال قول لي. انا على الواتساب 24 ساعه ليه تليفون واحد بس وانا المجنون الوحيد اللي مارك زوكر ذات نفسه هيستغرب ان انا كنت حاطط نمره الموبايل بتاعتي على الفيسبوك وهي نمره واحده بالمناسبه. ما بردش بتبعت لي رساله واتساب لان انا ما ببعتش رسائل. الكمبيوتر بتاعي انا قافل فيه الرسائل اللي بتتبعت. حلو. عندك استعداد تشتغل معانا تعال اشتغل معانا. عندك استعداد تعمل اي حاجه لصالح مصر وبالذات دلوقت في الحته اللي احنا بنتكلم ده سلاحنا اللي انا بعرفه تاريخ واثار بعرف احببك في بلدك ادي السلاح بتاعي. عندك سلاح تاني انا رسام تعال هنستخدمك. انا مهندس تعال هنستخدمك. النهارده احنا بنحضر مع الاستاذ حاجه ان شاء الله تبقى قنبله في مصر ندوه تحفه هتبقى من هو فرعون سيدنا موسى عليه السلام. وده السؤال اللي كلكم بتسالوه ولغايه دلوقتي ما عندناش اجابه عليه. هيبقى الازهر ان شاء الله هيبقى الفكر الديني المعتدل الجميل الرحيم هيبقى العبد لله بالاثار والتاريخ. وهنقعد كده وهنبدا الندوه ساعتين لعلنا نصل الى حل. دي من ضمن الحاجات اللي بتتحضر دلوقتي. غير كده يوم 22 اللي جاي هستناكم هنبتدي 6. اللي عنده اي حاجه يجي قبليها. انا الفتره اللي جايه واللي فاتت دي انا مشغول وفي حاجات انا ما بعملهاش فهم بيعملوها. موافق ومش مشغول ان انا يعني الواد المشغول لا عندي وقت فاضي وبعرف كويس قوي اعمل وقت فاضي لنفسي الحمد لله رب العالمين. لان انا مش هعمل كده يعني دماغي هتقع هتجنن. لان انت بتقعد مع ناس وبتقعد مع مسؤولين وبتشوف كلام مش هتصدقوه. يعني كل اللي انتوا بتشوفوه في الاعلام ده حاجه واللي احنا بقى بنشوفه لما بنبقى جوه الاعلام حاجه ثانيه. باختصار الاوف اير غير الاون اير والوحيد اللي بيعمل اوف اير واون اير العبد لله لما بيطلع ويلطش زي ما هو عايز. بس هذا النوع من انواع النقد اللي انت بتعمله بيبقى تملي معايا وثيقه وتملي معايا اثبات. انا كلمتك النهارده عن المتحف المصري. انا اول امبارح كنت في المتحف المصري يبقى هقول لك اللون النبيتي اللي في الارض اللي عاملينه ده. طب انا عايز اعرف راي بقى المسؤولين ايه. رحت مكلم مدير المتحف السابق حبيبنا الاستاذ حلوجي الجميل. الالوان دي ايه يا استاذ انت موافق ولا مش موافق. إيه اسمع يا سيدي قصه الالوان. فعرفت منه خلاص جبت من المصدر عشان كده تملي وانت بتتكلم من المصدر محدش يقدر يكلمك خلاص. طيب هنمسك من الجهه دي 30 ثانيه. لو حضرتك سؤالك على عن ال 30 ثانية هضطر اقطعك انا اسف. ف 30 ثانية السؤال لو تسمح ومش تعليق سؤال تفضل. ليه كثر لماذا كثرت هذه الايام المرشدين الاجانب الذين كان لهم تأثير سيء جدا على السياحة. اشكرك سؤال جميل. ليه المرشدين الاجانب زادوا في مصر. انا عايز افاجئ حضرتك مفاجأة غير سارة شوية. ان المرشدين دول موجودين مش عايز اقول لك من كام سنه
وكانت بدايتهم خالص حاجة في مصر عادة سيئة في الإرشاد السياحي، وأنا راجل مرشد سياحي رقم 1000 في نقابة المرشدين، رقمي كده في النقابة 1000، مش أنا اللي مختاره، ربنا اللي اختاره لي كده 1000. إحنا دلوقتي 17000 مرشد، فأنا مرشد من الأسرة يعني كان بعد خروج الهكسوس بشوي كويس. فأيامينا إحنا لما كنا في الإرشاد، وكان الإرشاد بقى بجد، أنت أمباسدر بجد، أنت سفير بجد، أنت تقف كده بقى عضو الكونجرس يقول لك قولي أخش يمين ولا أخش شمال، لما كان يبقى معاك 50 نفر كده من عظماء القوم وانت ماشي في المعبد يمشي وراك كده خطوة بخطوة. لدرجة ان انا زمان كان عندي مشكلة في ان هما الاسم بتاعي بسام، كان عندهم شوية بسام بسوم بيتلخبطوا في الاسم يا عيني، لان مش اسمائهم يعني مش اسمائهم. فكنت وجدت ان انا كل ما اروح بيهم بلد بيتأثروا باسم البلد باسمي، فنروح مثلا بني حسن ابقى بسن، لان حسن وبسن فبيتلخبطوا يا عيني، ما لازم يتلخبطوا. نروح اسوان ابقى بسوان، ما هو اسوان وبسام دخلوا مع بعض بقى. قلت لهم لا ده انتوا جننتوا. مره واحد بقى ايام حرب الخليج في الاوتوبيس قال لي مستر صدام، قلت له لا بقول لك ايه، قول لي اي حاجه سميني اي اسم بس صدام دي ايه لا صدام. فالمهم ايه، قلت طب انا هحلها لهم، رحت عامل سويت شيرت وكتبت من ورا فولو بسام، سهله اهي قدامك اهي. واروح طالع في اول يوم اقول لهم الامريكان، اقول لهم لايك يور سام، زي اسم سام اللي عندكو ميلاد العم سام خلاص، وحط بي ايه قبليها سهله، يقولوا لي سهله، اقول لهم بسام، يقول لي بسام. واحنا في ادفو بعد ما خلصت الشرح رايح الحمام لقيت الخمسين جايين ورايا في الحمام، ليه؟ فولو بسام، امشوا ورا بسام، مش انت قلت لنا؟ قلت لهم انا داخل الحمام بعد اذنكم. فانا قصدي اقول لك ايام جميله وسياحه عظيمه وناس حابه البلد وجايين علشان يذاكروك وفخورين ببلدك اكتر من انت فخور بيهم، شفنا في عينيهم حبهم لارضنا، شفنا اماني الانجليز وهم قاعدين على الصندق وهم يقولوا ايه البلد دي احنا كنا محتلينها ازاي سيبناها تطلع بره، عينيه بتقول كده، بتقول الجمال ده كله. Where time stands still، مصر Where time stands still، الوقت اسمها ايه بالعربي، في مصر عندما يتوقف الوقت او عندما يتوقف الزمن يبقى بوز. الراجل اللي ركب حمار وبيمشي على النهر النيل ده ومعاه مراته ومراته شايله العيله والحمار بيعمل كده، هو على طول في دماغه يترجم البايبل ويترجم ستنا مريم وهي ماسكه رضي الله عنها وماسكه سيدنا المسيح عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، هو ده والحمار اللي كان، هو ده المنظر اللي هو بيترجمه هو على الصندوق وشايف المنظر قدامك، المنظر بيحصل لغايه دلوقتي very biblical. هو تملي يقول لك كده في اللفظ بتاعه السايح، يقول لك المنظر ده biblical قوي، المنظر ده من الكتاب المقدس. فهو قد ايه شغف، هو قد ايه راجل عنده 81 سنه قال لي انا هحضر عيد ميلادي زي ما حلمت وانا صغير جوه الهرم. اقول له حضرتك 81 سنه there will be problems inside، لازم توطي وظهرك والارثرايتس والتصلب والحاجات اللي بتحصل لنا ما كلنا يعني واخد بالك، والقلب والسيركوليشن والنفس وتحت حد. هخش الهرم يعني هخش الهرم عيد ميلادي النهارده وانا لازم احتفل وانا عندي 81 سنه النهارده. قلت له مشاكل، جبت الناس بتوع الشركه وقفتهم جنبي، دخل 10 دقائق طلعناه مربعه ووشه مزرق الحمد لله ما ماتش، بس جبت له كرتونه في الايه في الصحراء وقعدت اهوي عليه. رجل 81 سنة من عمره كان على استعداد ان هو يموت جوه الهرم وهو يعلم ان الهرم هيحصل فيه كده، وطلع ما اعترضش بولا كلمة وكان على استعداد انه يضحي فقط عشان يخش الهرم اللي انت بتعدي عليه يوم من الايام واحد الا من رحم ربي يطلع يقول لك ايه، يطلع يقول لك حبة حجارة فوق بعض يا عم. وواحد كان على استعداد ان هو sacrifice his body and soul كلها. ادي كانت الجوب بتاعتك، وظيفتك كمرشد سياحي بعيدا عن اي حاجه تانية بقى بتحصل. فالى كل المرشدات والمرشدين اللي بيذاكروا دلوقتي في الجامعه، والى كل البريس الاعلام اللي بيذاكروا اعلام وبيقولي المحاضرات المتواضعه بتاعتي، لو تسمح مع الاجنبي ومع المصري قول الحقيقه، ما تجملش مصر قدام السائح، لان عينيه شايفه مليون مره اكتر من اللي انت شايفه.
ده انت هتستغرب هو بيشوف ايه، ده انت هتتعلم مع الاجنبي حاجات انت ما كنتش تعرفها عن بلدك. وعني صقر، انت عينيك اتعودت، هو عني صقر. الحجر قول له يا ابن اللذينه ده انا بلاش، ده انا من يومين في شغلي بيبي عنده 10 سنين قال لي اللقطه دي انا شايف فيها كذا، اقول له لا، يقول لي انا شايف فيها كذا، واحتمال كبير يطلع هو صح واطلع انا غلط، احتمال، هو لسه ما اتاكدتش لكن احتمال. ولما انا هطلع غلط هطلع اقول له انا كنت غلطان وانت كنت صح 10 سنين. ما تجملش، بلدك مش محتاجه تجميل، هي كده بتحاول تخليها احلى، بتحاول. هو هيقدرك لما انت هتقول كده، ومش هيقدرك لما تكذب، ومش هيقدرك ان انت ترمي على كل مشاكلك على الاخر، ومش هيقدرك ان انت طول ما انت قاعد عمال تقول في الدنيا المؤامره العالم كله ضدي هعمل ايه بالطيارات روسيا امريكا. يا عم اخلص من المشكله دي، العالم مش ضدك. في اعداء طبعا، في اعداء، الحيثيين كانوا اعداء، الصهاينه اعداء، الناس اللي بتكره مصر اعداء، طبعا في اعداء. بس لما انت تبقى في وسط مشكله وتقول لي 7 مليار بني ادم في العالم ضدك، يبقى انت انسان مش انت مخك لازم تفكر بطريقه مختلفه يا اخي. عايز تغلب كل دول؟ عايز تغلبهم بجد؟ طلع لي 100 عصام حجي، وطلع لي 100 عالم من الشباب، وطلع لي 500 واحد زي المخترعين، وفهمني يعني ايه فيمتو ثانيه، لان الشعب المصري لغايه دلوقتي مش عارف يعني ايه فيمتو ثانيه. فلازم يا زويل، وقلتها لك قبل كده يا دكتور، لازم تنزل بعلمك الى الشارع، ولازم تعلم الشباب يعني ايه فيمتو ثانيه، لان انا واحد من الناس اللي جبت كتابك وسمعت مره كلامك ومش عارف الفيمتو ثانيه اقدر استفيد بيها في حياتي دلوقتي ازاي في افاده مصر. انزل بعلمك دكتور مصطفى السيد، ادعوا له في صلاه العشاء النهارده ان ربنا يكرمه ويطلع ان السرطان ممكن عن طريق الذهب والنانو تكنولوجي ان هو يخلص على متخيل يعني ايه بكره الصبح ينزل خبر دكتور مصري مصطفى السيد يجد علاج للسرطان، متخيل دي؟ طيب اتفضلي. الهدم اللي بيحصل في المتحف اللي جنب المتحف المصري في الحديقه اللي المتحف المصري بيقول انها ارضه، الحزب الوطني بقى والمراه وبتاع اللي هو اللي حرقوه ده ومش عارف ايه، كويس؟ فهو دلوقتي بيتهد. منظر طبعا مريع، يعني لما تشوفوه منظره وحش قوي، مهدود كده منظره كئيب. لو قعدوا يجيبوا مكان من فوق ونزلوا بالطيارات، جيبوا طيارات هليكوبتر ونزلوا البلدوزرز فوق، حاجه منظر يشيبك يعني، وقعدوا يكسروا فيه لما يتهروا تكسير. ليه يا عم؟ شوف، طيب هات المهندس شوف اذا كان قوي ولا لا، اعمل بيه فندق، اعمل بتاعش فيه. يعني متخيل انت تعمل ده فندق، الراجل يفتح الشباك يبص على المتحف تحتيه هيبيع بكام ده وبتاع كده. طبعا الفكره طبعا واقع، لكن اسمع ثانيه، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا نثبت نفسي خلاص. فانا هقول لك ايه، انا هقول لك ده بيأثر اي في حاجه اسمها سيزموتكتونيك، اي حاجه وانت ماشي كده. يعني انا ماشي كده خلاص في القاعه دي، انا اديت الى زلزله القاعه دي، اديت الى زلزله بس بنسبه، مش زلزال زلزال يعني خلاص. فكل بني ادم بيخش المعبد اهو، ادي واحده تانية اهي، كله يعني انا من ضمن الناس اللي قلت ايه، مفيش اتوبيس يطلع البلاتو بتاع الهرم، بلاتو الهرم ده كله خوف وخفرع منكورع ابو الهول، ولا اتوبيس عربيه تقرب منه تحت كله، ونطلع كلنا بعربات كهربائيه صغيره زي بتاعه الجولف كارتس ديت، بتاعه اللي كانوا جابوها في شارع المعز، فاكرين لما افتتحوا شارع المعز وبعد كده ما اعرفش الديناصور اكلها ولا راحت فين العربيات دي اللي كانت بتاخدك من الاول لغايه الاخر. افتكر دلوقتي بقت توك توك، بقت توك توك دلوقتي، بقى الواد ابن المعلم بوره شغال عليها خلاص. فده ليه؟ لان انت بتعمل فايبريشن وبتعمل طيب تيجي بقى تقف في الهرم، لينك بينك وبين السؤال بتاع الاستاذ، تيجي تقف في الهرم تلاقي واحده روسيه ماسكه الورق في ايديها ولابسالي مش عارف او مش لابسالي واخد بالك، وعماله تشرح حضاره مصر. انت كده بالمنظر ده باللبس اللي انت لابساه ده، ده حضاره مصر اللي انت بتوصلي، انا هصدقك؟ ادي واحد. اتنين، انت في المسجد بتقولي ايه عن الاسلام؟ انت بتتكلمي روسي، انا ما اعرفش، انا ما اعرفش انت بتقولي ايه عن الاسلام. انت وانت في الكنيسه المعلقه اللي انا كمسلم، ده انا عندنا مرشده زميلتنا في عندنا يوم في الارشاد اسمه يوم البلد، يوم البلد ده بيبقى المتحف مصر القديمه اللي فيها الكنائس والمعبد بتاع ابراهيم بن عزر المعبد اليهودي، وفيها السلطان حسن او محمد علي والقلعه بتاع صلاح الدين ايوبي ومسجد محمد علي او الناصر محمد او ابن طولون او الرفاع يعني الاسلامي. حلو. فالمرشده زميلتنا ديت مرشده من الاخوه المسيحيات مصريه عظيمه، دخلت
شرحت اليهودية جوه إبراهام بن عزرا. إبراهام بن عزرا اسم المعبد اللي موجود في مصر القديمة جنب أبي سرجة وجنب القديسة بربارة أو باربرا. ده كل ده موجود في مصر القديمة، 10 كنائس بجانب بعضهم كلهم لهم تاريخ، منهم الكنيسة المعلقة المشهورة والكنيسة اللي تحتها الكهف. فطلعوا الأجانب مع الأمريكان بيطلعوا يقولوا لها إيه؟ خلاص بقى سمعوا اليهودية في مصر بقى. What religion are you؟ من كتر ما هي اتكلمت حلو عن إيه؟ عن اليهودية. فوات ريليجن ار يو، انت ديانه ايه؟ انت دينك ايه؟ فقالت لهم يو فيجر ات اوت، يعني ايه انتوا قولوا لي، حذروا. اوكي، فالامريكان بقى ماشيين بقى ايه ورا. دخلت ايه محمد علي، قعدتهم زي ما بنقعدهم في محمد علي دايره كده، وبدات تتكلم عن الاسلام والاسلام والاعمده الخمس للاسلام وكذا وكذا. بنرد طبعا على التساؤلات كلها، 4 لكل واحد ولن تعدلوا، كل ده بيتقال. ده انا ساعات كنت بقولها بالعربي كمان، يعني ساعات مع الامريكان والانجليز والاجانب كنت اقول لهم ايه ولن تعدلوا، وات داز ات مين، نوت جونا بي فير، واقعد اشرح لهم على قد معلوماتي. وكان يجي يقول لك طب انا عايز اشوف ايه، طب انا عايز اقرا القران الكريم، اروح اقول له طب هنجيب لك القران الكريم بس معاني القران الكريم، مش القران الكريم، معاني القران الكريم، ولما تيجي تستخدمها ما تحطهاش على الارض، واستحمى قبل ما تعملها، وما تبقاش سكران، ونقعد نقول له كده ويحترم ويبقى نطنطط من الفرح لانه هيعرف. خلاص طلعت من المسجد، قالهم الامريكان وات ريليجن ار يو، انت ديانتك ايه؟ قالت لهم يو فيجر ات اوت. دخلت على الكنيسه خلاص قالت المسيحيه في مصر والمسيحيه وازاي علاقه المسيحي بالمسلم والحاجات دي كلها، طلع وات ريليجن ار يو، يو فيجر ات اوت. فشوف دي واحده اللي قدامها مش عارف هي ديانتها ايه من كتر ما بتتكلم. وعلى فكره زي ما اتفقنا، لو انت عندك اي نوع من انواع الاختلاف بالعكس، انا بيني وبينك انا اتعلمت الاختلاف منهم، دي حقيقه، لان انت برضو للاسف الشديد هنا ثقافه الاختلاف عندك مش موجوده خالص. انت تختلف معايا اذا انت عدوي فور ايفر، وده واضح جدا في الاربع سنين اللي فاتوا لما المسكات كلها واحد. طيب نخش بقى في السايلنت جايد، ودي كانت الوباء اللي حصل عندنا في الارشاد السياحي، اللي هو المرشد الصامت الله يمسيك بالخير يا استاذ ثروت حسنين، كان من المرشدين العظام في مصر وما زال، كان حاطط في نقيب المرشدين كان حاطط علامه كبيره قد كده المرشد الصامت شيطان اخرس، تخيل. كان كاتب قد كده ليه؟ انت واقف جنب الاجنبيه اللي بتشرح دي عشان لما البوليس يجي يقبض عليها، لان ده ضد القانون، هتقول له لا انا بقول وهو بيترجم وده قانوني مظبوط ما فيهاش مشكله، ده قانوني خلاص بالظبط. فده ايه ما تقدر ده انت واقف بتبيع بلدك وبتبيع معلوماتك، وانت حتى مش عارف هي بتقول ايه، ممكن تكون بتقول كلام ضدك سياسيا او كذا او كذا او كذا، وده اسمه السايلنت جايد، وده كان آفه من آفات الارشاد السياحي في مصر. عندنا وقت لسؤال واحد فقط انا اسف، فهناخده من الجهه دي وبعد كده انا معاكم بقى بره، مفيش ادنى مشكله. اللي ما خدش دعاوي الاوبرا المحاضره بتاعت يوم 22 ياخد من محمد او من فضل. طيب هناخد الاستاذ. طب الاستاذ انتوا كلكم بتقولوا عايزين العلامات، طب اتفضل. بالنسبه دي اشاعات، اسمعوا اخر سؤال يا شباب عشان نتوكل على الله. المسح طيب المسح الحراري في الهرم انا كنت ابتديت بيه المحاضره قبل ما انتوا تيجوا، بس انا شرحتهوه، قلت ان هو بيحصل، قلت ان انا موافق عليه، شرحه بالتفسير والصور في المحاضره اللي جايه بعد الفاصل خلاص. فعشان كده انا هجر رجلك ليوم 22 خلاص ان شاء الله، برضه هتبقى الساعه 6. في بقى حاجه يوم 29 بس لسه هاكد لكم على الفيس، في محاضره بره، ده في شغل انا بقى شغلي الخاص، بس انا اي جت ذا بيرميشن ان انا ممكن ادخل 30 معايا. هي التيمه بتاعت المحاضره دي اسمها العمل في مصر القديمه، واللي عاملينها الامم المتحده باللغه العربيه، جمعية العمال أو عاملين الأمم المتحدة، ودي هتبقى إن شاء الله لغاية دلوقتي في دار الأوبرا لغاية دلوقتي، بس أنا مش هعرف أدخل غير 30 بالاسم، 30 فرد بالاسم. فلو أنت متأكد هي هتبقى تقريبا لغاية دلوقتي 29 تقريبا، وهتبقى ساعتين من 6 ل 8 إن شاء الله. فلو أنت 100% 100% شور نجعش ما تاخدش مكان وما تجيش فتاخد مكان حد تاني، فلو أنت 100% إن شاء الله شور إن أنت عايز تيجي المحاضرة دي، سيب اسمك مع محمد في ورقة هيبقى معاه وقلم بره لو تسمح. حلو الكلام كده؟ طيب عندنا وقت لسؤال واحد فقط.
تفضل يا استاذ. البريطاني تمام تمام سؤال. والدكتور يوسف زيدان بيقول ما فيش حاجه اسمها رحله مقدسه. دكتور يوسف زيدان كان امبارح متالق. هو الدكتور يوسف زيدان من الشخصيات، انا يعني شوف انت هتختلف مع الدكتور يوسف او مش هتختلف، هتوافق او مش هتوافق. عايز تسالني انا شخصيا، انا ما بقراش روايات، انا غير قارئ للروايات، بطلت قرايه روايات من وانا صغنن خلاص، لكني ما عرفتش انزل من ايدي عزازيل. وانا بقول لك انا مش قارئ روايه، ما تلاقينيش في الروايات قوي من ايام انا حره بتاع احسان عبد القدوس وشيء في صدري ومش خلاص بطلنا من اياميها نقرا وانيس منصور بقى والذين عادوا من السماء والاشباح وارواح والكلام بتاع الشباب ده. لكن انا كنت بطلع طياره في شغلي الساعه 6 الصبح، قاعد في كرسي مزنوق في طياره مصر الطيران الفاشله دائما كويس ولا تنجح ابدا، قاعد عامل كده وشايل الكتاب كده بقراه. ايه الغرابه دي؟ ازاي عرف يشدني كده؟ ده زيدان. لكن اراؤه الدينيه او اراؤه التاريخيه اللاهوت العربي كذا 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 دي يناقش فيها في محاضره لوحديها عشان الوقت ولازم ايه خلاص بيمشون. لكن السؤال الثاني هو بيقول ما فيش رحله مقدسه وكذا، دي لها مناقشات ثانيه، دي لها مناقشات وقعده ثانيه، قعده طويله. التانية بقى اللي حضرتك سألت فيها بتقول الراجل اللي جابوه في توت عنخ إيمن اللي هو نيكولاس ريفز، قلت رأيي فيه في محاضرتنا اللي فاتت وبكررها تاني، وافتح اليوتيوب هتلاقي أرأي قد كده في التلفزيونات المصرية وغير المصرية. نيكولاس ريفز اللي دلوقتي بالأشعة بيشتغل في مقبرة توت عنخ إيمن علشان يقول إن دي مقبرة الملكة نفرت إيتي، 80% بتاع توت عنخ إيمن كان بتاعت نفرت إيتي، ده كلامه. هيثبت كده، هيثبت المنظر اللي احنا بقالنا مليون سنة مرسوم على انه توت عنخ ايمن، وان قدام وشه في الخرطوش الملكي توت عنخ ايمن، ده مش توت عنخ ايمن، ده نفرتيتي. ايه اللي جاب نفرتيتي من تل العمارنه في المنيا تدفن في وادي الملوك؟ ده نيكولاس ريفز. خلاص طيب، انا مش موافق على نيكولاس ريفز ليه؟ لان الامريكان اركيولوجيكال انستيتيوت، ها المعهد المركز الريسيرش واتيفر الاركيولوجيكال الاثري الامريكاني لو قدرنا نترجم كده خلاص، كاتب في انترفيو مع نيكولاس ريفز ان هو تم وقفه في 2002 بعد 4 سنوات من العمل بالاشعه في وادي الملوك بجانب توت عنخ ايمن، وتم وقفه وسحب منه الشغل بتاع البيرميشن التصريح بتاع الشغل في وادي الملوك في 2002، وقعد لغايه 2005 مسحوب منه ومتهم. في 2005 اخذ براءه برضه من هيئه الاثار المصريه، وزاهي قال ان هو شال منه ده لان جاله من النائب العام في بلد مش عارف انا عارف انجلترا ولا امريكا ولا ايه، قال له ده راجل اشترك في تتمين الاثار المسروقه. لما بتيجي تبيع اثر زي يوم 8 ديسمبر المصيبه اللي هتحصل في 8 ديسمبر دي تاني وتالت ورابع في صاله مزادات سوثبيز، سوف يباع اجمل تماثيل وقطع واديتها لجريده الوطن عشان ينزلوه، ويا عيني جريده الوطن تاخد الشغل مني وتجري على وزاره الاثار جنبينا هنا يقولوا له بسام بيقول لكم في 17 قطعه تتباع ومنها الذهب ومنها من حتب التالت ومنها جرانيت ومنها قط بسط، والحق واعمل وسوي. الرد بقى منهم نحن على علم، بس ادي الرد بيبقى كده، الشماع سرقه الاثار وبيعها في مزادات علنيه، وزاره الاثار ما احنا عارفين كده بتنزل كده، ما احنا عارفين بيتك بيغتصب، ما احنا عارفين مراتك اتخطفت، ما احنا عارفين امك بتتقطع حتت وبتتباع قدامك، ما احنا عارفين جدتك بتتباع قطع قطع اعضاء للصهاينة علشان يبيعوها في تل ابيب على عينك كتاجر، وسلمت الورق للامن القومي وسلمت الورق بتاع امريكا للجيش المصري بايديا 2014 واخيرا اغسطس اللي فات مسلم الملف كله. يجب ان يسيس ملف الاثار، وزي ما مستشاره الرئيس قالت لي الاثار امن قومي، قلت لها احلى جمله سمعتها من مسؤول ان الاثار والتاريخ والحضاره امن قومي. ده بقى ايه ده؟ احمر وكل الوان قوس قزح. فلو انت ما هو ده الكلام، انا بعمل اللي بعمله اهو، انا اهو خلاص
يعني الحقيني بقى بالكونكور 5 والكونكور 10 وضربات القلب بتزيد والضغط واشرب دوم واشرب كركديه واعمل كل الكلام ده لمده 30 سنه عايز يسمع هيسمع وانا الحمد لله الاعلام مديني حقي تلت ومتل يعني صوتي واصل قصدي اقول يعني انا بصراحه بقولها اهو زي ما بعترض زي ما بقول لك الاعلام مديني حقي تلت ومتل اجنبي ومصري الاثنين مديني حقي فانت اي لا يعني انا الاستاذه المبجله مستشاره الرئيس بتقول لي ايه بتقول لي طيب الوزير ازاي ما حصلش تنسيق بينك وبينه قلت لها ما سي بي سي اكسترا عمل هذا التنسيق ومجدي الجلاد جابنا فلازم نفهم وقعدت شهر لو تفتكروا المتطوعين عارفين ان هم اشتغلوا معايا في الموضوع شهر ابعت للمعدين المعدين كانوا جداد عملت لهم ملف برنامج حلقه نار وفيها كل الدوكيومنتس لدرجه ان فيها صور انا واخدها بالكاميرا بتاعتي من جوه متحف اسرائيل في القدس المحتل عايز اكتر من كده انا بايديا لمآثارنا اللي موجودة معروضة دفعي 16 دولار عشان تخش تشوفيها فلما لا بتقولي طب ازاي ما فيش تنسيق قلت لها يا فندم التنسيق حصل ومجدي الجلاد وقبل يوم الإعلانات نزلت وبسام يفتح ملف الآثار ويرد الدكتور الضماط والإعلانات نزلت واتقلبت الدنيا قبلها ب 24 ساعة تليفون من مكتب الرئيس ممنوع بسام يطلع على الهواء مع الوزير أربعة الرئيس من القناة يعني المعد بتاع رئيس البرنامج يروح لل جايله على طول على هناك من الوزير على سي بي سي اكسترا بس سام لو تسمحوا الوزير مش هيطلع معاه بكره على الهواء اتصلوا بيا نعمل ايه يا استاذ بس الدنيا اتقلبت قلت لهم بصوا خلوا الراجل يجي لان لو انا جيت هيروح قلع الميكروفون وماشي خليه يجي يتكلم ونحلها قال طب نعمل مكالمه تليفونيه مطوله وصورك تنزل وتشرح قلت لهم ماشي وصلنا النقطه فكانت الكلام ايه الرد كان ايه مش لازم في الاعلام يا استاذ بسام مش لازم في الاعلام عشان يعني الاحراق وبتاع مش عارف ايه قلت لها موافق انا بقالي 30 سنه عامل ايدي كده لوزاره الاثار لو لقيت صوبع طالع من الزمالك هنا من وزاره الاثار همسك فيه صوبع مش ايد همسك فيه كده فالحد لما الصوبع ده يبان هقعد اعمل اللي انا بعمله ده واشكركم شكرا جزيلا